المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير مفتتح ليوم مليء بالخير. الحمد لله الذي بذكره تنار العقول، وبنوره تضاء الطرق، وبفضله نهتدي إلى السبل. الحمد لله جليل النعم، باعث الهمم، ذي الجود والكرم. والصلاة والسلام على نبينا المختار، خير الأنام، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة الدكتور نضال العياصرة أمين عام دائرة المكتبة الوطنية، حضورنا الكريم، كل باسمه ولقبه ومكانه، أهلا وسهلا بكم. بالتطوع تسمو الروح ويعلو الشأن وتسعد الهمم، وبالتطوع نسعد ونرتقي بين الأمم. للتطوع مكانة بارزة في جميع المجتمعات، حيث يلقى اهتماما رسميا وشعبيا، كونه أداة تنمية وتقدم في عالم كثير التحولات والتغيرات. ومن هنا أصبحت ثقافة التطوع جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمعات المتطورة، بما تمثله من منظومة القيم والمبادئ والأخلاق والمعايير والممارسات. فمجتمع بلا تطوع هو مجتمع بلا نهضة، ولذلك اجتمعنا اليوم. فيشرفنا ويسعدنا استقبالكم في منتدى التطوع الأردني الأول، المنتدى الأكبر والأول من نوعه على مستوى المملكة، تحت شعار كيف يسهم الإطار القانوني في الأردن في تطوير التطوع على مستوى المملكة. أيها الحضور الكريم، يتفضل الآن سعادة الدكتور نضال العياصرة راعي المنتدى لإلقاء كلمته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب وعلى آله وصحبه الذين انتهجوا منهج الأدب. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول الشاعر: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، صاحب إن عبته أو لم تعد، ليس بالواجد بالصاحب عابا. الأستاذ رامي أبو السمن، مؤسس ورئيس جمعية مجددون، الدكتور مجدي حمدان، مدير المنصة العربية للعمل التطوعي، الأستاذ حسام الخصاوي، مدير عام دار الحسام للعمل الشبابي، الشباب عبد المعطي وليث
الحضور الأكارم كل باسمه ولقبه وكنيته، اسمحوا لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين في ذاكرة الوطن في هذا الصرح الوطني الذي نعتز ونفتخر به، كيف لا ونحن نلتقي في أم المكتبات وضمير الأمة وحافظة موروث الآباء والأجداد. وقد تغنى العديد من الشعراء في هذا الصرح، وهنا اسمحوا لي أن أقتبس من قصيدة الشاعر محمود الشلبي عندما بدأ في مطلع قصيدته والتي هي بعنوان ذاكرة الوطن: صرح إذا أصغى الزمان تكلما، وعلت مقاصده تطاول أنجما، تسمو رسالته بنهضة أمة ويقيم للوطن المفدى سلما. هو رؤية الجيل الذي يرنو إلى غده يضعف بالثقافة أسهما. وختم قصيدته بقوله: هذا هو الأردن بيرقه اعتلى، واختال في صدر السماء معظما. وأنا لست بشاعر ولكن شبيرا، أقول لكم عمرت بكم يا حاضرون الدار، وتجملت بسمائها الأقمار. الخير فيكم من عهود جدودكم، والصدق والإخلاص والإيثار. يسعدني في هذا الصباح العبق بفيح عطركم أن ألتقي نخبة متميزة من شباب وشابات الوطن المتطوعين، أصحاب الهمم العالية في رفعة الوطن. ونتطلع بعيون متفائلة إلى بناء مستقبل مشرق للوطن والأجيال القادمة، ونفخر جميعا بأن التطوع أصبح ثقافة راسخة لدى كافة الأردنيين الذين يبذلون جهودا مكثفة في سبيل جعل دولتهم الأولى في العالم بكافة المجالات الإنسانية والعلمية، وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. ونوصيكم بحمل أمانة إعمار الوطن بعلمكم وعملكم، فمستقبل الأردن بين أيديكم الأمينة، ونحن واثقين بقدراتكم الإبداعية. كما وأنني إذ أشكر برنامج التطوع الأردني الأكبر لتأهيل القيادات والمتطوعين على المستوى الأردن لإتاحة هذه الفرصة وهذه الأنشطة التي هدفها رفعة الوطن وإبراز صورته المشرفة. كونوا على ثقة دائمة بأن عملكم التطوعي وتميزكم في تعزيز وإبراز مكانة الأردن كمجتمع متكامل في كافة جوانبه ستكون دائما محل تقدير وإعجاب، متمنيا لكم جميعا دوام التوفيق والازدهار بولادة هذا الملتقى. وأنا باسمي كمدير عام للمكتبة الوطنية
أقدم لكم كل الدعم وكل التسهيلات من أجل إنجاح وازدهار هذا الملتقى آملاً أن يبقى أردننا منعماً بالسلام ومزدهراً بحضارة الكلمة والمعرفة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور. للحديث أكثر عن فكرة منتدى التطوع الأردني وإظهار قيمته وأهميته في المجتمع الأردني، تتفضل الآن مسؤولة المنتدى نور خضير بإلقاء كلمة تعريفية عنه. نشوف ايش المساحه اللي احنا بنفتقدها في عالم التطوع، واللي فعلا بنواجه يعني بنقصها وبنشوف اثره يعني في على ارض الواقع. وبعد بحث عميق مع فريق المنتدى لقينا ان المساحه النقاشيه هي اقل ما نواجهه وما نجده عندنا في عالم التطوع. لهيك كان عندنا منتدى التطوع الاردني، نسعى انه يكون هذا المنتدى المكان اللي بيسلط الضوء على القضايا المشتركه والهامه والشائكه عندنا في عالم التطوع، ويبني شبكة علاقات بين الجهات التطوعية لحتى نساهم في تطوير ورفع حالة التطوع على مستوى المملكة. حريصين يكون المنتدى بيستهدف قادة المبادرات والناشطين بالعمل التطوعي والمجتمعي، ونتمنى يكون المنتدى حقيقة مفيد ويعم بالفائدة ومثري لحضراتكم، مليان بالخبرة والتجارب اللي تفيدكم من أرض الواقع. ونهاية هذا المشروع هو من الألف إلى الياء يعني بجهود تطوعية بحتة، فشكرا جزيلا لفريق المنتدى القائم على هذا المشروع، على كل دقيقة بذلت في هذا المكان، ولإدارة وكالة برنامج التطوع الأردني اللي كانوا يعني أنا بسميهم خط الدفاع الأول للمنتدى، كانوا موجودين في كل تفاصيله. شكرا جزيلا لجهودكم ووقتكم. اختيارنا لموضوع قانون المبادرات كان بسبب توجه أغلب المبادرات عندنا في الأردن لتسجيل مبادرات في القانون، يعني كيف هذا الشيء فعليا هو مش مسلط الضوء عليه وما حد بيعرف شو الإجراءات، شو التفاصيل، شو الإجراءات، شو التجارب الحقيقية لهذا الإشي. لهيك كان في عندنا مجموعة من المحاورين والضيوف الكرام الموجودين مع حضراتنا اليوم لحتى نسمع تجارب حقيقية وواقعية في هذا الجانب من ضيوفنا اللي لهم خبرة قيمة وكبيرة في هذا الجانب. ولا ننسى أن المنتدى هو حوار بين طرفين، لهيك بنستنى نسمع آرائكم وخبراتكم وتجاربكم ومشاركاتكم خلال المنتدى. وبطلب منكم جميعا جدد نيتنا بحضورنا لهذا المنتدى، واهلا وسهلا فيكم في اولى لقاءات منتدى التطوع الاردني. شكرا نور. يستأذن عطوفة الدكتور عن اكمال المنتدى للمرور الخاص. إن التطوع والقانون خطان متقاطعان، ولأن الأعمال التطوعية كغيرها من الأعمال تستمد حقها وشرعيتها من صلب القانون، ويجب عليها بالمقابل العمل ضمن إطاراته وضوابطه. للحديث أكثر عن علاقة التطوع والقانون، نقدم لكم حواريتنا الأولى لهذا اليوم تحت عنوان قوناً للمبادرات التطوعية بين البيروقراطية الحادة والتطوير المؤسسي. سيكون معنا كل من المحامي حسام الخصوني مدير عام دار الحسام للعمل الشبابي، والأستاذ رامي مستمن مؤسس رئيس جمعية مجددو الأردن، الدكتور مجدي حمدان مدير المنصة العربية للعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، ويحاورهم السيد محمد عطية. فليتفضلوا مشكورين. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا فيكم جميعا. نرحب اولا في ضيوفنا الكرام ونصف التعريف فيهم واحنا سعيدين جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. رحب فيكم جميعا. بدايه نرحب في ضيوفنا الكرام اللي معانا الان على الستيج حتى نحكي معاهم عن الموضوع اللي طرحته زميلتنا نور وطرحه المقدم كذلك قوننه المبادرات التطوعية أو تقنين المبادرات التطوعية. إحنا يمكن خضنا حوار مطوع هي قوننة المبادرات ولا تقنين المبادرات. بغض النظر عن المصطلح اللي راح نستخدمه، المقصود هو جعل المبادرة قانونية، يعني تأطيرها أو جعلها بإطار قانوني بتسجيلها بشكل قانوني. راح نحكي مع الأستاذ حسام القصاوني والأستاذ رامي أبو السمن والدكتور مجدي مروان، بداية مع الأستاذ حسام من وجهة نظر قانونية، ولما بنحكي عن مع الأستاذ رامي والدكتور مجدي بنحكي من وجهة نظر عملية من تجربتهم العملية الحقيقية في أرض الواقع والتفاصيل اللي راح نحكي فيها. فبدنا نستأذن الجميع بداية نبدأ بما هو تقنين المبادرات وما هي قوننة المبادرات مع الأستاذ حسام. من بعد إذنك تحكي لنا شو هي القوننة حتى نفهم كلياتنا يعني شو الإطار أو شو المظلة اللي احنا بنحكي تحتها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أهلا وسهلا بكم جميعا ونشكركم على هذه الدعوة الكريمة ونشكر هذا المنتدى الذي يحمل اسم جميل وإن شاء الله ندعو لكم بالاستمرارية والنجاح بإذن الله. وأنا أرى فيكم النجاح وجوه الشباب، كلكم شباب شكلكم نشيطين وحابين تشتغلوا وحابين تعملوا. ونشكر المكتبة الوطنية على استضافتنا. يعني المكتبة الوطنية يعني أولا يجب أن توجهوا رسالة أنتم كمنتدى أن الأمم الأردنية والأمة العربية كاملة لن تعود إلى المقدمة إلا بالعلم والقراءة. وهذه المكتبة الوطنية دليل على أنكم تحبون القراءة والقراءة هي سوف تعود الأمة العربية إلى مكانها إن شاء الله. إحنا كمبادرات، المبادرة أول ما هي المبادرة؟ المبادرة كل شخص متميز أو كل شخص قائد أو كل شخص لديه طاقة إيجابية وطاقة زائدة يريد أن يخرج إلى المجتمع ولديه أفكار يحب أن يخدم المجتمع. لكن هناك مبادرات تخرج لحظية تستمر ومبادرات تستمر. فالمبادرات التي تستمر، أنا كشخصية قانونية ومجتمعية وأعمل في العمل التطوعي أنصح بأن تكون المبادرات أو أي عمل قانوني. القولة هي المقصود فيها أن يكون لديك إطار قانوني. إذا لم يكن لديك إطار قانوني فستواجه صعوبة في العمل المستقبلي. يعني نحن نحكي بالقانون نحكي بالأمثلة لأن أعايش بالأمثلة. أرى في أحد الأشخاص زميل لكم متطوع ومقبول لدى الجميع كان، عمل مبادرة في أحد المواسم الشتوية بجمع تبرعات، واستطاع جمع مبالغ تزيد فوق 100,000 دينار. يعني شخصية مقبولة ومحبوبة عمل تطوعي. لدى المحافظ والمدير العام وقف بسمع بقول لك عمال بيعمل خير، يعني ليش تعمل فيه هيك؟ لكن انت فعليا بتعمل خير، لكن مبالغ هي بتجمع 100,000 دينار، يعني شيء مش سهل تقدر تجمعه لشخص ما لك اي طاقه او اي سبق قانوني. فانت مبادره يجب ان تتحول من مبادره الى تسجيل، سواء كانت شركه غير ربحيه او جمعيه، وطبعا كلها مجال في التسجيل، سوف نترككم هذه المجالات، والمبادره استطعت ان تسجلها اقل ما فيها لدى وزاره الشباب. بعض يقول لك لما اسجل المبادره كشركه او كجمعيه او لدى وزاره الشباب حتعد من عمل المبادره ونشاطها وقوتها، لكن هذه حتستمر. يعني انت اليوم انتم كمنتدى تطوع ما عندنا مسجلين قانونيا او لا، لكن حيصير القاعه. يمكن الدكتور نضال متعاون مع الجميع، لكن رسميا لو بدك تحجز قاعه يقول لك عم انت ما لك سته تحجز، فيجب ان تكون انت لك اطار قانوني مميز، انت سواء مسجل شركه او جمعيه
انك انت تستمر او تستمد قوتك من هذا التسجيل، تستطيع حجز قاعه، تستطيع عمل انشطه، تستطيع قدام ان شاء الله تعمل منصه الكترونيه، عندك قدره مثلا انك تجمع تبرعات وتدخل على المنظمات، ما في منظمه بتدعم اي فكره مبادره الا لما تكون جهه رسميه، الجهه الرسميه حتكون في حكينا فيها هي شركه غير ربحيه او جمعيه، او انت كمبادره تفوت في ظل هذه الشركه او الجمعيه المسجله تشتغل في تحت هذه الشركه. بتسجل مبادرتك وبتشتغل فيها. لكن للاسف انه معظم المبادرات بتكون وقتيه لا تستمر، مثلا تعمل حمله الكاز، حمله الشتاء، فهذه المبادره بتكون 10 ايام 15 يوم تنتهي. تقدر هذه المبادره يعني ما تفوت على التسجيل والتكلفه اللي بتشتغل فيها، لكن اذا عندك الاستمراريه بدك تسجل. بعض الشباب يجهل اجراءات التسجيل. يقول لك اعمل ايش التسجيل؟ التسجيل يعني لا نقدر نقول معقد، سهل، لكنه بحاجته الى مال لمصاري. يعني بدك تسجل شركه، بدك تعمل تدفع رسوم ترخيص، بدك توكل محامي لهذه الشركه، فهذه الاجراءات اللي بتحد من توجه الشباب عليها. بدك توجه لوسطه الجمعيات، بدك تدخل تحت مظله وزاره التنميه الاجتماعيه واتحاد الجمعيات، فاصبح الشباب يتوجه انه يعطي مبادره فرديه منه ما يكملها وما يسجلها. لكن هناك شركه انا بنصح عاده شركه غير ربحيه، انك انت تسجل شركه غير ربحيه لها وتشتغل تحت مظله هذه الشركه وتنطلق مبادرتك منها. للامام ان شاء الله تستمر، تقدر بتجيب انت دعم تغطي مبادرتك او شركتك. يعني تتوجه انت على الداعمين الاردن هون موجودين، اذا كنت انت مؤسس وداخل الاطار القانوني بيكون عملك اسهل، تطلب تبرعات بطريقه اسهل، نشاطاتك ما بيكون عليها تعقيدات. بتكون هذه الامور اسهل فيها تقريبا. بوريت استاذنا ما شاء الله عليكم، بدنا ناكد على هيك نقطه مع جمهورنا اللي بيحضرونا انه احنا منتدى، فالمقصود في المنتدى وعرجت على هاي النقطه نور انه احنا بدنا نسمع منكم، فالاسئله الموجهه للضيوف اللي معنا اليوم مش فقط الاسئله اللي محضره يعني موجوده. اضيف نقطه هون للتطوع خارج الاطار القانوني، التطوع ليس الناس تفكر التطوع ان انا بدي اطول مصاري وادفع على شخص اخر. التطوع انت عندك علم، انا عندي قانون، انا ببدا اخدم الناس بالقانون، انا حابب اخدم المجتمع، بخدم المجتمع باي فكره تطوعيه، يعني مثل المنتدى هذا بيفتح نقاش، هذا بيفتح لكم افاق اكبر من التطوع المادي، التطوع المعنوي والتطوع الفكري، هذا تطوع كبير، يعني هذا شيء جميل جدا كمنتدى زي هيك. 100%، لذلك حاولوا تستفيدوا قدر الامكان من الخبرات اللي موجوده اليوم معنا، اي سؤال بيخطر على بالكم تحت مظله الشيء اللي احنا بنحكي فيه مرحب فيه ودائما يعني باي وقت ارفعوا ايدكم وراح ناخذ السؤال مباشره، اتوقع في هون سؤال، تفضل معنا. وانا حكينا بدك تسجل شركه اكيد بده مصاري، بدك تسجل جمعيه بتكون اخف شوي في المصاري. يعني هذه العائله الاكبر للمبادرات انها بتستمر، لكن اذا عندك فكره ديمومه بدك تسجل شركه على اساس انت اللي قدام تقدر تشبكي مع منظمات محليه ومنظمات دوليه، فالمنظمه ما تشتغل مع افراد، فتشتغل مع مؤسسه او شركه. فهذا العائق الاكبر للشباب هو المصاري، لكن احنا وانا شخصيا اكثر من مكان دعيت انه وزاره الشباب يكون دعم لهذه المبادرات، يعني يكون في حاضنه لهذه الشباب، يعني في مبادرات فعلا تستحق الدعم. تدعمهم الوزاره او يدعمهم اي جهه بالترخيص او باجراءات الترخيص. يعني بتقدم لهم هذه الاجراءات انها تقدر تستمر المبادرات، يعني في مبادرات مميزه ممكن تصل لمواصله عالميه وتكون شيء عربي مميز جدا، فهذه المبادرات يعني يجب تكون لها داعمين. يعني اذا احنا شبكنا مع وزاره الشباب ممكن هذا يسهل علينا انه ما فيش داعي ندفع بكريك، انا بعرف انه الشركه الفرديه كانت لا هذا بس قاعدين نطمح انه وزاره الشباب هي تختار المبادرات المميزه وتقدم لهم بهذا الدعم، الوزاره حاليا ما بتطمح يعني هذا طموح شكرا. طيب ممتاز، بدنا ننقل المايك من بعد اذنكم من استاذنا للدكتور مجدي، نحكي شوي من ارض الواقع، هل يعني قولي مثل المبادره او تقنين المبادره حد من عملنا بشكل او باخر ولا بالعكس؟ شكرا لحضرتك الاستاذ حسام الخصابني والاستاذ رامي. هذا السؤال يعني لازم نوجه للشباب نفسهم، هل هم الشباب بدهم فعليا تقنين المبادرات ولا بدهم امور تكون مريحه؟ لانه اذا احنا بنيجي نحكي عن مرحله الشباب تحديدا بنحكي عن طاقه، بنحكي عن قوه، بنحكي عن وقت عنده خاصه في مرحله الجامعه يجب استثماره بطريقه صحيحه،
فأي شيء بده ينظم هذه الأمور ممكن يلاقي رد الفعل غير المحبب. فعشان هيك إحنا بنحكي عن ثلاث قواعد رئيسية إذا جينا إحنا بدنا فعلياً نقلل المبادرات. بدنا نحكي توعي للشباب نفسهم فوائد وأهداف إنه نقلل المبادرات. اليوم في الدول الغربية وبعض الدول العربية تحديداً بنحكي عن إحصائيات بالملايين، بنحكي عن إحصائيات عن الأرقام التطوعية عن ساعات. هذا كلياته المفروض يكون في جهة منظمة له عشان أقدر أنا أطلع نهاية السنة بإحصائيات واقعية عن العمل التطوعي عن المبادرات المجتمعية القائمة. غير هيك راح يكون في ظل أرقام عشوائية إحنا نراود أنفسنا. نيجي نحكي عن تمكين. أنا بدي أمكن الشباب اليوم من مبادرات نفسهم، آليات اليوم الحشد، آليات تسويق، آليات تمويل، آليات التعاون مع الشركاء، آليات قانونية زي ما تفضل الأستاذ أسامة، وين أنا بدي أسجل، بديش أسجل. واليوم وزارة الشباب عندهم حاضنات في المراكز الشبابية، ولكن يعني الروتين الحكومي نوعا ما برضو غير محبب للشباب المحفز اللي عنده طاقة. فالحل أن تكون هاي الحاضنات حتى مع الجمعيات أو المؤسسات المرخصة. أنا عندي مبادرة أروح لأي جمعية لأي مؤسسة أكون تحت مظلتهم فقط، هو إلي الحرية إني أنا بأهدافي برؤيتي برسالتي. وطبعا الجمعيات منها الاجتماعي منها الاقتصادي منها التعليمي منها النفسي. بحكي المحور الثالث اللي هو توفيق. إذا أنا أتوعيت اليوم وتمكنت بدي أوثق. أنا من حق اليوم كشاب أوثق عدد ساعاتي، من حق كشاب أوثق عدد الشهادات اللي أخذتها، أعمالي، التنوع في المجالات اللي أنا اليوم أشتغل عليها. اليوم في التقرير الأممي للبرنامج الأمم المتحدة في العالم بيحكوا عن المتطوع بكل بين كل 7. فأنت هاي النسبة للأسف هي يعني خجولة جدا. هذا بالعالم. في العالم العربي اليوم نحكي عن 29 مليون متطوع في 2022، وبرضه هاي النسبة جدا خجولة. وأتوقع هذا برنامج الأمم المتحدة الناس اللي مسجلين، غير المسجلين هي النسبة راح تكون أعلى. كونه احنا العالم العربي معروف عنا ايضا انه التطوع لنا بالفطره، زي ما تفضل الاستاذ حسام اليوم انا بتطوع باي عمل بالشرط يكون والله ضمن سياق قانوني معين، فهي الارقام ما بتؤخذ بعين الاعتبار اذا ما كانت مسجله تحت برنامج منظم بشكل نوعي. اليوم اذا بدنا نحكي عن تجارب في العالم العربي، اليوم السعوديه تخطو خطى سباقه في العمل التطوعي، قامت بتقنين العمل التطوعي والمبادرات. كل نهاية سنة في عندهم أرقام وإحصائيات كبيرة، عندهم حلم الوصول لمليون متطوع خلال 2030، 2022 عندهم مسجل 298 ألف متطوع بشكل قانوني وعدد ساعات تطوعية ومبادرات. على المثال الغربي اليوم نحكي عن بريطانيا، أيضا أرقام وإحصائيات مخيفة. ودائما المدارس نحكي الغربية في العمل التطوعي فقط تعطينا التقنيات والآليات، ولكن الشغف والروح والطاقة هي موجودة عند شبابنا أكثر، وهم يستحقون أن نكون إحنا داعمين وخير نحكي دافعين وممكنين لهم. اليوم على دور وزارة الشباب دور كبير أنه تحتضن هذه المبادرات بما يتناسب مع احتياجات الشباب أنفسهم. احتياجات نحن قبل كورونا اليوم غير بعد كورونا. اليوم العمل التطوعي أصبح أكثر نحكي إيضاحا. الشباب صار عندهم اليوم اكثر شغف العمل التطوعي بعد ازمه كورونا نتيجه الوقت اللي سنتين كان بدون نحكي اي وجود استثمار له بشكل حقيقي. اليوم يجب ان يكون الشباب قادرين على التعامل مع الازمه بشكل مقنن اكثر فرق والتعامل مع هذه الكوارث. بنحكي عن الفرق الجامعيه اليوم المبادرات داخل الجامعه. انا عندي مبادره ما عندي مشكله الجامعه يكون في عندها اليوم حاضنات داخل الجامعات، يكون في عندهم قادرين على اعطاء احصائيات والله اليوم الجامعه الحكوميه الفلانيه او الخاصه عندها عدد مبادرات هيئات، عندها عدد الشباب، عندها عدد الساعات. غير هيك اليوم احنا راح نضل نشتغل بشكل للاسف نحكي نوعا ما عشوائي. منتدى التطوع اليوم بدق نحكي بمجال معين انه يجب نقنن المبادرات ولكن بما يتناسب مع احتياجات الشباب وشغفهم واحترام قدراتهم وامكانياتهم. هم جزء كبير من هذا العمل. فانا مداخلتي لحد الان هيك مقبوله منك. بورك دكتورنا. يعني انا بحب ناخذ برضه من الاستاذ رامي وجهه نظر كذلك ميدانيه بنفس الطرح بنفس السؤال بتاعت نفس الفكره. هل التقنين او يعني الاتجاه القانوني في الموضوع اخرنا ممكن يعني ما كان مرن معانا
ولا لا بالعكس دعمنا وساعدنا على التطور؟ بسم الله. يعني حوار شيء أستاذ حسام دكتور مجدي بصراحة طلع عندي كثير نقاط بحب أحكي فيها بس بدنا لبكرة نخلص إذا استمرينا فيها. جزء من شغلي ومن من من وظيفتي اللي أنا اشتغلتها في أنا مدير في شركة رونج عشان نسميها أوضح لك، كان أحد أهم النقاط اللي تعلمتها في فترة حياتي اللي هو بسموه root cause analysis اللي هو إنك تحلل جذور المشاكل. فاليوم القضية أعمق جزء طبعاً كل اللي بحكيه اليوم بحكيه بوجهة نظر شخصية لا تمثل لا مجددون المؤسسة اللي أسستها ولا تمثل الشركة اللي بشتغل فيها ولا حتى تمثل أي حدا موجود هون. فاليوم أنا أمثل نفسي في هاي الأعراض. القضية اليوم برأيي أعمق شوي من قضية مأسسة العمل التطوعي وهل المأسسة هذه أدت إلى طريق مسدود أو طريق فتح لنا أصلا العنوان المبادرة اللي هو بين البيروقراطية الحادة وتطوير المؤسسة. يعني إحنا يعني قضيتنا شوي أعمق من قضية هل نأسس الشركة أو نضلنا فريق أو أنا صار لي في ميدان العمل التطوعي 18 سنة ونص، يعني عشت فيها تجربة الفريق، عشت فيها تجربة إني أكون جزء من مؤسسة موجودة، وعشت فيها تجربة إني أنا أكون مسؤول عن مؤسسة. فأنا يعني مريت في مراحل مختلفة في خلال 18 سنة ونص. وأجاوب الوقت لا، إحنا ما بنحتاجش فلوس عشان نأسس أي فكرة، إحنا بنحتاجين إيمان فيه. أي شيء أي حدا عنده شيء بده يعمله إذا كان مؤمن فيه بيجيب. بده تعب. إذا أنت كنت جاهز. أنا اليوم لما بلشت في العمل التطوعي بلشت في سنة 2004 ما أعرفش في موجود كان أيامها صغنن شوي. لكن لما بلشت في العمل التطوعي أنا بتذكر إني وصلت لمرحلة مع أهلي في البيت إنهم طردوني من البيت، وهي نقطة كثير مهمة. طبعاً طردوني من الخوف، خوفهم علي، بكرة المخابرات بأخذوك، بكرة المخابرات بأكلوك، هاي اللي بدأ بنصحى الحمد لله ما حد شكر لي في شيء. فما يعني القضية بلشت، يعني أنا واحد من الناس رسم الموضوع عن التطوعي، قرأت كثير ارتكلز حتى برا، وانا بحب لما اطلع انا لفيت من الشرق للغرب، وكنت دائما لما اروح مؤسسات تطوعيه ادور ان كان في كندا وامريكا وان كان في اوروبا ولا ان كان في ماليزيا فانا رحت لفيت وشفت وطلعت وشفت التجارب اللي خطوات. المشكله الحقيقيه لما بلشت بانه فكر العمل التطوعي يجب ان يكون منتمي لشيء، وهذا هنا بعتقد كمشكلة قديمة، يعني مشكلة التسعينات، أنا بحكي اليوم عنها من هون. فلما بلشت العمل التطوعي كان السؤال هو أنت إخوان ولا أنت من جماعة التحرير ولا أنت من جماعة المخابرات وطن كان اسمهم وطن، لا أنت من القضية اليوم لازم تتصنف. قبل ما أحكي هل لازم أنا أقونن؟ لازم أغير تفكير. وأنا كثير مبسوط إن إحنا اليوم في ذاك المكتبة الوطنية هنا 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 منبع العلم الأصل. هو القضية بالأصل هو أنا ليه لازم أتصور؟ يعني هو أنا ليه عشان أعمل عمل تطوعي لازم يكون لي انتماءات؟ وهو أنا فهنا القضية بلشت معي في تجربتي اللي أنا عشتها. فأنا اليوم عم بحاول أجاوب مجموعة أسئلة من الحياة اللي أنا عشتها. فأنا لازم أتصنف في مكان معين في زاوية معينة. هذا الشيء اللي أنا رفضته من وأنا صغير ولغاية اليوم أنا رافضه، إن كان في المؤسسة اللي أنا فيها أنا رافضه مع أي حد. أنا لا أصنف مع أي حد، أنا أصنف لعالم على مسمى الأردن. أنا اليوم بشتغل عشان بلدي وعشان الناس اللي فيه. القضية اليوم كثير مر علينا الناس، إحنا في مجدول عندنا ستاندرد، لما يجيني سعادة نائب بده يدعم بالجمعية برفض أخذ دعمه، برفض تماما اخذ اي دعم
من اي نائب. ليه؟ مع ان عندي نواب اصدقاء، بس ليه؟ لاني انا اليوم اذا بدي اخذ هذا الدعم معناته انا حكون، وبالنسبه حتى موجه للشباب في شباب البحث الميداني، عدم العمل مع المؤسسات المعتمده على النواب والمرشحين وغيره. ليه؟ لانه احنا ما بدنا نحط حلب هاي الزوايا. اول خطوه للقوننا ان نغير التفكير المجتمعي. قبل ما اجي احكي، الكل خايف، الكل بيطلع على الثاني خايفه. يعني هو خايف انه يكون له انتباه الثاني، وانا خايف انه هو انه ما يساعدنيش. والعلاقه اللي بناتنا علاقه بالاصل مش مبنيه بالثقه. كنت جالس مع واحد من رجال الدوله قبل فتره، فبقول له يعني بقول له القانون، في فرق ما بين القانون وروح القانون. يعني انا اليوم القانون مهم، او التاسيس شيء كثير مهم، وانا مع التاسيس، لكن انا مع المرونه، مع التغير. مين بتذكر، ما بعرف يعني حصلتوها، في لعبه نزلت قبل فتره ب 2016 كانت لعبه البوكيمون، نزلت في اقل من شهر. يعني انا قادر، انا طلعت على امريكا بهذيك الفتره، في اقل من شهر اليافطات في امريكا دونت تراي ثرو بوك، ما تسوقش وانت عم تصطاد البوكيمون. القضيه اليوم في الفلكسبيليتي العاليه اللي موجوده برا مش موجوده عندنا. هل القانون ضروري؟ طبعا. بامريكا انا برخص الجمعيه وانا قاعد مكاني بعبي الطلب. دائما بالنسبه للغرب بشكل عام، اذا انت ما عليك مشاكل دائما انت مصدق. الخطوه الاولى انك انت مصدق، والخطوه الثانيه انك اثبتت غير ذلك يا ويلك. اليوم هنا وعندهم خطوه ثالثه، انك بعد كل 7 سنين الريكورد تبعتك تتوظف اذا ما كان ريكورد اجرامي. يعني الكل مفتوح، الباب مفتوح، لكن هل احنا عندنا هاي المرونه؟ فكنت جالس بحكي لكم مع رجل في الدوله هون، ما هو اللي العاطل راح بالصالح، اللي مش عارف، اللي مش منيح اخذ معاه اللي منيح. اقول له ليه؟ يعني احنا ليش هيك؟ احنا مش هيك، احنا كامه مش هيك. بامه بالاصل فيها حسن الظن. في ناس مش مناحه، في ناس مش مناحه. فانا اليوم القضيه في قولنا هو قضية بناء ثقة، لازم نبني ثقة مع كل الناس اللي بنشتغل معهم. قضية الثقة شيء كثير مهم، شيء كثير أساسي. إن كان مع دولة، إن كان مع جهاز أمن، إن كان معنا إحنا بيننا وبين حوالينا، إن كان مع المكتبة الوطنية اللي بنشتغل معها. اليوم إحنا بتخيل المكتبة الوطنية وثقت بالناس اللي بتشتغل وفتحت لهم الباب. بكره لو وصلهم كلام إنه لولا هذول الجماعة كان نيتهم شيء ثاني ولا كان، تهدي الثقة. فاليوم القضية انه احنا اعمال ناس عم تكون بطريقة خطأ ادت لوجود قوانين حادة. هاي القوانين اللي بتخلينا لما انا اروح اطلب اقدم اذن جمع تبرعات معمول سنة ال 56 58 لسه ذاكر في صكوك عثمانية، لسه مذكور في كلمة الصكوك العثمانية. هون القضية، انا اليوم بقدم الطلب اذا ما تابعته بايدي بضيع. يعني انا اكثر مره ضاع لي الطلبات هاي. ليه؟ انت اصلا انا كجمعيه استاذ فاهم، انا اليوم كجمعيه اذا فيش اجمع تبرعات ليش موجود؟ طيب اذا انا بدي اجمع تبرعات ليه محتاج اخذ اذا اجمع تبرعات؟ ما انت مرخصني. انت اليوم حكيت فيها الثقه والمصدر، يعني الدوله حقها تعرف اي مصدر التبرعات. المصدر انت اليوم اصلا انا ضد ان كل واحد، كل جمعيه وكل فريق وكل غيره عنده نظام محاسب واحد، هي مختلف عن الثاني. انا مع ان يكون هنالك للدوله نظام محاسب المؤسسات المنشرة عن المدن. هذا كل اللي فيه الطموح اللي نتبنى هذه الجمعيات كلها تكون تحت مرجعيه واحده بتسهل الاجراءات. يعني انت شو وزاره التنميه الاجتماعيه وعلى الداخليه وعلى رئاسه الوزراء، لو كل لك مرجع محدد واحد بوزارتك اسهل. طيب جميل، بس انا اليوم الاهم عندي بالنسبه للسؤال الاول، وانا اصلا كجمعيه مرخصه ليه محتاج نقدم جهه تبرعات؟ انا ليه بحتاج انت مرخص؟ هو الجمعيه موجوده ليه؟ عشان تساعد الناس. بدك انت تصرح على مصدر التبرعات. في فرق بين التصريح بالمصدر وبين تصريح المصدر. ان اخذت جهه جمع تبرعات او ما اخذته لازم اصرح المصدر. يعني احنا مش مختلفين عليه. لكن انا اليوم ليه بدي احكي اني انا بجمع، انا جمعيه مؤسسه اهدافي اني اجمع تبرعات لاحقق اهدافي وغاياتي اللي انا مؤسس لها. الا اذا كانت الحكومه
بتعطيني هيك مليون 2 مليون وبتشتغل فيهم، وبعدين انا قلت لها لا بدي زياده، فتقول لي تعال خذ اذنك تطلب زياده. بفهم، لكن انت اليوم كحكومه ما بتعطيني اصلا، انت ما بتعطيني، انا المفروض انا بساعدك فانت ما بتعطيني، فانت مش بس ما بتعطيني وما بتعطيني كمان حجر فوقيها. برجع لي الازمه كلها في ازمه الجمعيات. احسن مش واثقه بالجمعيات، احسن هي الجمعيات اسات واصبحت الحكومه خلص ماشي لسه على السيستم هذا ما تغير. احسن، فهو احنا المفروض تصرف الجمعيات عند الحكومه، الجمعيه ما بتشوف حاجه لاجراءات. احنا يعني احنا وصلنا قلنا النقطه الاساسيه بالروت كوز اناليسيس في جزئيه وجهه نظرك، في جزئيه قولنا للجمعيات هو الثقه، الثقه المتبادله. هل نحن محتاجين القول؟ هل الفريق اول جمله والله لو رحنا على الحكومه هاي بصيروا يسجلونا، بصيروا مش عارف ايش، بصير الثقه احنا كشباب مش موجود مع الحكومه، الحكومه كثقه مش موجود مع الشباب. طيب كيف تبني مجتمع؟ كيف انت اليوم مطلوب منك تبني بلد؟ اللي بيقرا الستاتستكس برا بإحصائيات الموجوده برا بيعرف كم العمل التطوعي وفر مليارات الدولارات على الحكومات. اكثر مره قعدت مع دولة الرئيس ومع وزير واقول لهم يا جماعه في شيء غلط في العمل التطوعي. هذا كان حكيته ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا، يا جماعه في شيء خطا مبني في العمل التطوعي. يجب ان تبنى خطط مؤسسات المجتمع المدني مع الخطط الخمسيه للحكومه. ما بينفعش راوي مؤسسته شغال بواد وهذا شغال، يا عمي تعالوا خمس سنين جايات. اهدافنا واحد، في الصحه كذا، في البيئه كذا، في الكذا كذا، في العمل المجتمعي كذا، في التعليم كذا. طب تعالوا يلا يا مؤسسات مجتمع مدني، كل واحد يفوت في الاريا تبعته اللي هو شايف نفسه فيها، التعاون سوف يبني الثقه. لا توجد خطه وطنيه للعمل التطوعي، لهيك عم نوصل لمرحله كل واحد خير من الثاني. اليوم احنا الاردن فتحت الباب لمؤسسة الجمعيات، ذيك اليوم بحكي كان عندنا في زياره مستشار وزير التنميه الاجتماعيه في 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 الدوله مؤسسه التضامن الاجتماعي اسمها. فبحكي لي احنا في مصر عندنا، يا رامي بيقول لي احنا عندنا 25,000 مؤسسه جمعيه احنا نشرف عليها في مزهر. بقول له انتوا كم مليون؟ 115 120. طيب احنا 10 وعندنا بحدود ال 8-9,000 جمعيه. تعال ايش تحكي؟ فهو طبعا انصدم في الرقم طبعا لما تيجي تنزلها، احنا بيطلع لنا كل واحد حوالي 30 واحد بيطلع لنا جمعيه. لكن وقتها دائما نحكي احنا بدنا 13، احنا الجمعيات كلها بتشتغل. يعني انت حكيت زبده المشكله في الاردن، معظم الجمعيات مع احترامي للجمعيات اصبحت تؤسس انه في شخص فقط بحاجه لاسم رئيس جمعيه. يعني بدل شيخ احنا صار اسمه رئيس جمعيه. انه بده رئيس جمعيه، وهذا اساء لبعض الجمعيات، يعني الجمعيات اللي بتعمل راحت زي ما حكيت في البدايه صالح الطارق. فهذه الثقه هي نفس المشكله عندنا. هو هذا له علاقه بحقوق النساء اصلا، هي الفتح في الاردن له علاقه ببعض التفقيات اللي صارت، انه احنا الاردن لازم تفتح الباب بتسجيل الجمعيات والمؤسسات وغيره، ففتحنا الباب لعشر اتفاقيات وليس فتحنا الباب لرأيي الشخصي، ما فتحنا الباب لتطوير الاردن. انا اليوم الفرق مهول، انا اليوم اي جمعيه بتجي بتشتغل سنه تؤسس سنه ما بتشتغلش مع السلامه، مع السلامه. بس عشان اجاوب الاخت، عشان احكي لك نرجع لك النقطه الاولى، هل انا محتاج فلوس؟ انا مثل ما قلت لك طردوا لي اهلي من البيت، ما كانش معي ليرتين اطلع فيهم مع الجامعه. يعني انا مش جاي من، يعني مش ابن فريد، بلاش مش جاي من وين، انا مش ابن فريد. لكن اليوم المؤسسه اللي بتشتغل وش في شباب مجددون هنا وشباب مجددون قاعدين. اليوم بيشتغلوا شباب مجددون بكثر نص مليون. وهم اللي بيشتغلوا مش انا بشتغل. اليوم الاساس انك تؤمن باللي بتشتغل. ان ما كنت مؤمن باللي بتشتغل، لا انا موجود هون، لا شباب مجددون موجودين هون، ولا الشغل تبعنا موجود هون. فالاصل انك تؤمن بالشيء اللي بتعمله. قضية أول جملة دائما للشباب، هذيك اليوم عملنا ملتقى علينا بالجمعية. أجوا طبعا احنا عندنا 18 فريق موزع في المملكة وكذا. أجوا بشكل وروحوا بشكل. كان عندهم كل واحد تابع لفريق وتابع لكذا. لما رجعناهم دمجنا كل الفرق بست فرق. لأنه هذا اللي أجاكم جديد. ليه؟ لأنه احنا في عندنا ولما رجعوا ايش بيشتغلوا؟ عندهم تابع بدهم يحققوه بالشكل الجديد.
أنا اليوم بعمل ريبورتنج للأستاذ حسام، فجأة لقيت حالي مع الدكتور. هنا سؤال مهم، هل حكمل أو مش حكمل؟ عشان هيك المباراة بتكمل أو بتكملش. اللي بيوجد عنده الإيمان اللي بيشتغل في مجال دور هو مؤمن كمل، واللي بيشتغل هو مش مؤمن ما كمل. أنا مش عامل إني أنا يعني لازم إني أنا بالعكس بالعكس ما شاء الله عليك مسلم. بس شو اللي خلى مجددون تستمر دولة ترخيص القانوني؟ ترخيص القانوني اللي بده مصاري، هذا هو يعني. أنا أحكي إنه هو الأساس بس برضه مهم بكثير. ليش؟ إذا عندك قناعة زي هيك بغزة. الترخيص القانوني بيحتاج فلوس؟ الشركة الفردية عشان أنا أسجل. لسه تعمل شركة فردية. وأصلا في عندي نقطة ثانية، هو أنت أصلا ليش بدك تسجل؟ وعشان إحنا نصير جهة قانونية. هو عشان هيك أنا كان كثير نقاط. هو عندي انا اسف انا عم باخذ محاور الثاني، بس هو 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 احنا ليش محتاجين نسجل؟ نرجع للنقطه الاولى، هو لو كان في خطه وطنيه موجوده احنا ب 1000 جمعيه بنقدر نشتغل. ليه كل واحد بيخطر في باله فكره بروح يعملها فريق ويروح يشتغل عليها؟ طيب هل جربتي قبل هيك تطرقي ابواب ناس موجودين؟ قالوا لك لا. قال لك لا، حاولتي انك تحايلي عليه؟ حاولتي انك تفكري طب انا ليه محتاج اني انا اروح ابني شيء جديد؟ بتعرفي شو الاساس في التدمير العمل التطوعي في الاردن؟ مش الطبيعي برضه. هو التشتت اللي احنا عايشين فيه. كل واحد بيزعل من الثاني بلاقيه بكره جميل. كل انا دائما بحكي للشرطه، انا شديد على الشرطه. ف صح ولا لا؟ اسالوهم. فانا بجيب شديد على الشباب اللي عندنا، بس بالاخر في لحظه دائما بحكي لهم اياها، انا بعمل ترقاب عمري، فانا صار في فرق عمري ما بيني وبين، يعني في فرق 20 سنه بيني وبين معظم الشباب الموجودين. فدائما بقول لهم في اليوم اللي انتم بتشوفوني فيه خرجت عن اسلوب التفكير تبعكم، احكوا لي رامي صفحه جاي. جو هيد، الباب مفتوح. جو هيد، كمل. اليوم القضية شيء، قضية إنه كل واحد مكلكن على حاله وخايف على دجاجته تطلع يروح عند دجاجة جارته وتهمه، خايفين على حاله. القضية مش هيك. وأنا ليش أصلاً أنت محتاج تأسس؟ قبل ما أسألك أنت محتاج فلوس، ليش محتاج تأسس؟ تعال تفضل عندنا مجدون، تفضل عندنا مجدون، في جو مجدون. عندك على عينك على المستقبل أو ما بعرف شو بدلك موجودة؟ جاي. ما تشبكي، انتمي، انت عندك ايمان، عندك ايمان بشيء، دوري مين الناس الذين يشاركونك نفس الايمان. دوري على الناس اللي بيشاركوك بنفس الايمان، انا واحد بحب اشتغل دائما بحكي دائما بحكي لشباب مجدون، كل الناس اللي عندي الاف الطوعيه بعرف بقول لهم بعرف انه في واحد جاي لانه جاي بده ياخذ اجر. بعرف واحد جاي لانه بده يتعلم، بده يتعلم دار مشاريع، بعرف واحد جاي بده يبصبص. وبعرف انه بعرف هاي حقيقه احنا عايشين في مجتمع، دائما انا بحكي لشباب مجددون بقول لهم نحن نتعامل مع المجتمع الاردني كامل، احنا مش الناس اللي ربنا اختارنا نكون هون، احنا ناس نتعامل مع كل المجتمع واللي فيه اللي منيح واللي مش منيح، دورنا كناس منيحه حتى لو شفنا واحد بين قوسين بكذب، دورنا ناخذ بايده يوقف كذب. اليوم القضيه انه كل واحد بده يروح لحاله، كل واحد بده يشتغل لحاله، غلط. دوري على الناس اللي تؤمني معهم وتشاركيهم الايمان واشتغلي معهم، بلغي معهم، حتلاقي حالك. وفي البدايه مش الكل حيخدم، في البدايه حتوجد لنفسك انك لا والله انا لحالي، انا مش مؤمنين فيي، مش راضين علي. حاولي مره وتنتين وعشرة، لما توصل للياس ما لقيتش مكان هون، لما توصل للياس، بس الياس ما بوصلش له الواحد عمرك صغير، الناس بس انت عمرك صغير. يعني موضوع الياس بفهم انك وصلت 30 سنه ويأستي، وصلت 40 سنه وصلت. لا هي بتحكي الواقع، هي بتحكي الواقع موجود. يعني بحكي بسرابي بحكي بطموح، احنا نسأل كله تغير فيه تفكير الشعب كامل، هذا تغير تفكير الشعب بتغير كل العمل التطوعي. طيب اذا سمحت لي انا بدي احكي. تفضل 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 استاذ رامي. القيمه الاقتصاديه لاي عمل تطوعي اليوم صارت من ابجديات اي عمل تطوعي، واذا ما تم توثيق هذه الارقام القيمه الاقتصاديه راح تروح بشكل عشوائي. يعني مثلا في السعوديه الربع الثاني من عام 2022 وفروا تقريبا 285 مليون ريال، هذا عائد العمل التطوعي. احنا اليوم العالم العمل التطوعي بيصادف
يوم الاثنين 5 ديسمبر. انا بدي اسال، احنا اليوم ب 2022، هل راح يكون في عندنا احصائيات مثل الدول اللي برا نطلع نقول للشباب والله انتم وفرتوا اليوم او توازنتوا مع القطاع الحكومي بتوفير خدمات بقيمه ملايين؟ للاسف في الاردن كان في دراسه اتوقع بالتسعينات طلع انه الشباب موفرين تقريبا 30 مليون بس بالعمل التطوعي، بعدها ما صار في دراسات. اليوم في عندنا وزاره الشباب بتحتضن منصه نحن، المنصه الوطنيه، في ارقام بس للاسف الارقام برضه لسه بدها شغل اكبر. زي ما تفضل استاذ، اليوم انا المدرسه اليابانيه بيقول لك ما تخترع سياره جديده، روح اضيف على السياره الموجوده عندك. انت اليوم عندك جمعيه، عندك مبادره مسجله، عندك مؤسسه ربحيه، خذي فكرك فعلا وروح الى الشيء المقارب لامكانياتك، بس يصير في عندك قدره ماديه ومعنويه روح سجلي. اتوقع الجمعيه وزاره التنميه او سجل الجمعيات ما بده شيء مادي، يعني ممكن تختار 7 اشخاص وتقضيهم، عدد محكوميه، صوره الهويات، تصبري 60 يوم، تقعد تترجي يا رب تنقبل خلال 60 يوم، تجيك الموافقه وتبلشي شغل. هسه المؤسسه الربحيه خلال يوم بتكون عندك جاهزه الوثيقة انك بدك تشتري، بدك مقر وبدك تفاصيل، هاي بتيجي احداثيات. المشكلة مش مشكلة تسجيل مادي على الواقع، المشكلة انت متطوع اليوم خلال فترة الجامعة والشباب 6-7 وكنا مكيفين مع بعض، عملنا مبادرة، وزعنا اي شيء، صرنا 2، صرنا 3، بضل واحد بعد مرحلة الجامعة هو اللي ممكن يروح يسجل. اليوم فعليا انت، احنا للاسف اليوم بدنا انتماء حقيقي للمكان اللي احنا موجودين فيه، لبيتك، لمنطقتك، لوطنك، عشان تكون جزء من انك تكون انت مؤثر في المجال الاجتماعي، التعليمي، النفسي، في المجال اللي انت موجود فيه. هل انت حققت شغفك؟ وفي شغله مهمه كلنا نحكي فيها، انا فعليا اليوم العمل التطوعي هو الوحيد الذي يكسبك مهارات على ارض الواقع. هو اللي بشكك مع الناس، هو اللي بيخلي عندك مهارات تواصل اكبر، هو اللي بيخلي عندك قدره على حل المشكلات، هو اللي بيخلي عندك مهارات شخصيه، هو اللي بيسوقك لسوق العمل. اليوم في نسبه انه انت من المبادرات التطوعيه والتطوع في نسبه تقريبا بنحكي 20-30% قادر تنافس بسوق العمل، غير هيك راح تضلك انت حتى لو شاطر بمجالك بس غير قادر على الاستمرار، لان انت اليوم ما شاركت في احتياجات المجتمع اللي حواليك. اليوم احنا بنحكي عن التقنيه والحداثه، الذكاء الاصطناعي اليوم. هل يوجد مبادرات خاصة بالذكاء الاصطناعي في المجتمع في الأردن؟ نسأل حالنا سؤال. هل يوجد مبادرات خاصة بالأمن السيبراني بتفيد المجتمع؟ لسه احنا اليوم فكرنا للأسف تنظيف شوارع، توزيع معونات، المدفآت هسه بالشتاء، بنشوف كل الجمعيات مسوية بوستر مدفأة لكل أسرة، مش هذا بس عمل تطوعي. اليوم أنت العمل التطوعي المفروض يرافق احتياجات الشباب، أنت شو احتياجاتك؟ تيجي تحكي للشباب اللي معاك انا بدي لازم اسوي 1-2-3. مع احترامنا للعمل التطوعي او الخيري التقليدي، اليوم الناس ب 2022 تحلق على القمر، واحنا لسه بنحكي مؤسسه عمل تطوعي وبدنا ارقام وبدنا احصائيات نسجل او ما نسجل. وبدي احيي الست اللي سالت الشرطيه، لانه في تقرير بقول لك 51% من المتطوعين هم نساء. هسه شو الاسباب؟ كثيره. في العالم. في العالم. جميل. واكيد بدنا نسمع. 70% جميل. الموظفين ان شاء الله. الوقت نسبيا ادركنا، يعني معنا دقائق معدوده ما شاء الله، يعني ضيوفنا مليئين بالتجارب والخبرات والمعارف، يمكن نضلها يوم كامل زي ما تفضل الاستاذ رامي ما بنخلص. ضايل لنا الجزء العملي من الشيء، يعني احنا واضح انه احنا شباب بدنا نشتغل. يعني احنا جايين عشان احنا بدنا نشتغل، عندنا افكار، عندنا ايمان، عندنا هم، وبدنا ننزل ننزله في ارض الواقع فعلا. فاليوم انه يعني يا اما جابونا كيف نشتغل بالقوانين الموجوده حاليا بشكل صحيح، او اذا في طريقه انه نعدل القوانين الموجوده، نطرح طرح معين يساعدنا بتعديل هذه القوانين. طرحتوا بعض هذه الحلول انه نشتغل تحت مبادره اصلا موجوده ومسجله كحاضنه او ما شابه، او انه نتوجه لمثلا وزاره الشباب يساعدونا بجزئيه معينه. فبنحكي معك بعد ما نشوف في ناس رافعين يسال ثلاثه، ناخذ المداخله بعدين نحكي في الموضوع العملي. المايك مع مين؟ تفضل. عندي سؤال للدكتور، بس اللي هو هسه التوثيق، او انه كيف بدنا نخلي تطوير المؤسسه عن طريق التكنولوجيا، تمام؟
فممكن نعمل بمصيدة التبرع أكثر يعني فاي. وعندك أكثر من سؤال بس برضه يعني ف... احنا نستاذ اللي بيشارك يوقف يعني حتى نشوفه زي يعني فرصة انك تصوت نفسك اسمك من اي جهة بعدين السؤال. انا كنت حامل هيك على حالتين بس يعني عبد الرحمن الخضرة من فريق انفينيتي التطوعي من اربد. كنت بس بدي اداخلك بنقطة العمل التطوعي التقليدي، هسا ليش احنا بعدنا بننظف الشوارع ونحكي عن هذا الموضوع؟ لانه بكل بساطة شوارعنا لساتها وسخة يعني. هسا هذا العمل نعم تقليدي والكل يعني تقريبا الكل اشتغل عليه وحاول يشتغل عليه، بس المشكلة بعدها موجودة. زي ما حكى الدكتور انه لازم احنا نمسك المشكلة من جذرها. الى الان احنا بعدنا عم نشتغل على نتائج هاي المشكله، ما عم بنحل المشكله، فحنضل نشتغل عمل تقليدي وما حنوصل القمر اذا احنا مش قادرين شارع نحل مشكلته. كل الجمعيات والفرق كلياتهم بيحاولوا يحلوا نتائج هاي المشكله، بس اذا احنا ما حلينا الجذر راح نضل الشوارع ويعني حنضل في العمل التقليدي. فيعني هاي دعوة لكم انه احنا نغير من انه نحل نتائج المشكلة لانه نصير نغير التفاهم والسلوك الحضري من جذوره حتى نقدر نمشي خطوات لقدام. ناخذ كل الاسئلة بعدين نجاوب مرة واحدة بعد اذنك معلش بس اتفضل. يعطيك العافية. اسمي سماء علي السكر، عضو مجلس محافظة العاصمة أو أصغر عضو مجلس محافظة العاصمة يعني عمري 26. بدي أحكي هيك أشياء بس عشان أنا واحدة من الشباب، مش بعيد عنكم عمر ولا بعيد عنكم فكر. مش وظيفتي ولا وظيفتك إنه أحنا ننظف الشارع، إحنا بندفع ضرائب وهي مسؤولية البلدية. فغصبا عنها البلدية بدها تضبط الشارع وبدها تنظف الشارع، والموظف اللي ما بده يشتغل يروح. وحقود حملة، لا اسمح لي أنا عم بحكي لك هسه بصفتي وظيفية مش بشغل بصفتي مستوطن. والموظف اللي ما بدهوش يشتغل يروح يروح على داره، حقود حملة ضد رئيس البلدية إنه يروح إذا ما بده يتعامل. وحقود حملة ضد الموظف اللي قاعد اللي عم بياخذ 300 و400 دينار بدل الشاب اللي محتاج الشغل لأنه ما بده ينظف عشان عايش في هاي المنطقة، مش مسؤوليتي ولا مسؤوليتك. وقالوا البلدية غصبا عنها وحتى أمانة عمان غصبا عنها بدها تضبط الشوارع، إلها ميزانيات مالية وإدارية وفنية مستقلة تماما ومش شغلي. ومعارضة الفقراء بدنا نخلص منها إحنا. احنا مش وظيفتنا كل 30 واحد بجمعيه كل سنه بياخذوا من اول السنه لاخر طرود ومساعدات وجاكيتات وصبات ونفسهم نفسهم، لا بيتطوروا ولا بيفقروا ولا شيء، بضلهم زي ما هم بنفس المستوى اللي هم فيه. فبرضه هاي احنا كمان ما راح نضلنا موقفين بنفس المكان وعم بنقول والله الدوله ما عم بتساعدنا، الحكومه عم بتساعدنا، اوكي احنا عارفين انهم ما راح يساعدونا، ما نحن هينا شباب عم بنقول مشاركه مدنيه ومشاركه سياسيه لانه عارفين انهم مش قادرين وما عم بفكروا لمده 5 سنين لقدام. هذا اللي انا بدي احكي. ثاني شيء هون الجمعيات انا او المؤسسات والفرق التطوعيه يعني بعتقد بناء على الحكي اللي انا كنت عم بسمعه انه المعظم عم بيشتغل بفكره الطرود وتوزيع الطرود والعمل الخيري التقليدي. اسال قديه واحد من الشباب اللي هون كان عم بفكر قديه احنا في عندنا امكانيه نفس التبرعات اللي عم بنجمعها لحتى نوزع فيها طرود عم توصل لالاف الدنانير نفتح فيها محل او مصلحه وكذا نشتغل فيها على اساس انه نحن بدل ما نحن عاطلين عن العمل نشغل حالنا ما نشغل الناس او نشغل حالنا ونشغل الفقراء اللي عم بيصيروا. في شيء ثاني بدي احكيه برضه، احنا كمجالس محافظات يا جماعه الخير ويا شباب احنا بنحط موازنات كل سنه، هاي الموازنات بتوصل ل 200 ل 300 ألف بكل محافظه او بكل مديريه تنميه. دعم تمكين مشاركه الشباب وعمل مشاريع، هاي ال 300 ألف كل سنه من بدايه الدعم التنميه وهي عم ترجع لموازنه الدوله وما في شاب عم بيستفيد منها بقرش. أنا اللي بدي أسأله اللي أنا ما حقدر أسأله الجهة المسؤولة، ليه ما حدا فيكم عم بيروح بيقدم لها؟ قيمة التمويلات عم تيجي ب 10 و15 و20 ألف بوزارة التنمية. طيب
أنا بدي أشكرك المداخلات كلها في صلب الموضوع. بدي أسأل اللي بدهم يسألوا يعني نص دقيقة بس كل مداخلة حتى نقدر نجاوب. نعم سؤال مباشر لذلك إيش السؤال اللي نسأله لأحد ضيوف الموجودين حتى نقدر يعني نأخذ الأسئلة كلها اللي طرحناها ونين إن شاء الله حواريتنا في بنفس الزاوية كان حدا رافع يده استأذنت منه أنا. طيب نقول المايك هناك تمام. يعطيك العافية. بداية أنا أضغط لي على المفتر لبعض الضرام اسمك سؤالي باتصار سأنا الأمان المبادرة يعني كل المطار في طريق خلق المطار فأسا سؤالي بشيء بسام لتحت 18 شو ممكن أن يشتغل لعب مطورة إيش التخصصات المطلوبة المطار أخر من خارج تلقع الشارع الأولي سمع مشكلة الشارع مع قاصرين وكل شوية فشو الإجراءات اللازمة وشو الإمكانيات لازم نعملها عشان نأمن الفرص التطور آني للشباب والمصر معنا. واضح واضح مشكور كل الشكر. بعدين نقوم بالمايك هون على الصف الاول اسمع يعني على فكره هذا داخل قبل الاخير تمام ان شاء الله. حاضر يعطيكم العافيه. انا اسراء الزاوي نائب رئيس مبادره مواد الرحبه. صراحه مبادرتنا احنا كنا بنحكي عن الاطار القانوني. الاطار القانوني شيء كثير مهم. احنا بلشنا بفكره وهي طلعت من جائحه كورونا لما كان في حالات عنف تزداد فهي تعنى بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان. فمبادرة مواد الرحمة أول شيء تم توطينها في منصة نحن وهي أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد وهي أول خطوة ناجحة لأي مبادرة أو أي فكرة حبينا تتطور لأنه صارت هي رسمية وحتى الشهادات موثقة عليها لوجو وزارة الشباب وعليها لوجو مؤسسة ولي العهد. ثانيا نحن موثقين من وزارة الشباب ومتاح لنا نعطي تدريبات في كل المراكز الشبابية في موضوع تمكين الشباب وتوعيتهم في المواضيع اللي بنطرحها وبرضه من وزارة الثقافة كمان تم توطين المبادرة. فهي الأشياء بتدعم يعني صراحة بدون توطين أو بدون ما يكون في مظلة تحمي هاي المبادرة إحنا صعب إحنا نستمر. وبرضه حبيت الأستاذ رامي لما حكى إنه بهمة وبالعزيمة بصير كل شيء وهو فعليا هيك يعني أنت بس تكون مصمم على شغلة حتى لو شخص واحد رح يطلع فيها ويوصل. شكرا لك. إذن هذا كذلك جزء من الحلول اللي معانا. نمرر المايك بعديكم. تفضل تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. أنا أحمد يوسف من هذا المبادرة مواد الرحمة. عندي استفسار بسيط على ما تفضلت فيه بخصوص المراقبة الدعم. الأعمال التطوعية أو مؤسسة المجتمع المدني عموماً المفروض أنها وظيفتها هي أعمال رقابية على مؤسسة الدولة وصنع القرار. طب أستاذ الكريم لما إحنا نكون مجلس إداري يتم تحديده من الدولة أنا عشان أعمل مبادرة مثل هاي لازم أخذ موافقة وزارة الثقافة وزارة الشباب وغيره. هذا المراقب المادي المراقب المالية مجلس إداري الأعضاء هاي الأشياء. طب أنا كيف أؤدي وظيفتي كجهة رقابية مفروض على مؤسسات الدولة وصناع القرار وأنا يتم التحكم في كل شيء؟ تفضل أستاذي. تكلم الأستاذ عن أزمة الثقة. قبل أيام كان في نفس الندوة هاي في مركز محافظة البلقاء بإشراف محافظة البلقاء في ناصر القاعود فتكلم الشباب عن نفس المسألة وهي الإجراءات الحكومية الإجراءات الآخرين. طب أستاذ الكريم يعني أولا يعني حتى الأمم المتحدة والقانون الدولي لما نقرأ بياناتها بخصوص المجتمع المدني كلها بروحها تدعو إلى استقلالية هذه المؤسسة. أنا كيف أكون تابع للدولة كل شيء وأدي وظيفتي بنفس الوقت وأنا يتم التحكم في مؤسسات المجتمع المدني الأعمال التطوعية أحزاب هذه الأشياء كلها مش المفروض جهات رقابية المفروض على الدولة؟ لا هي مش جهة في مجموعة معلومات كيف مش شنيك إحنا صلح لي يا عم إحنا ما بنحنا نغير من الدولة. أنا عندي الدولة تشرف على الانتخابات لكن الانتخابات تشكل ما بحكي عن التعيين من الدولة بحكي على الأرقام. أنت كيف كنت معين لما مجلس الإدارة مجلس الإدارة يعني أنت معين أنت عشان بس لما تقولش معلومات مش تعيين يا مستاذي انا بتكلم على مجلس الاداره بحد ذاته مش تعيين اعضاء كيفيه مجلس الاداره المفروض هي تكون مساله استقلاليه انا احدد بطريقه الاداره مسموح لك تحدد النظام الداخلي بتاعك بعد النظام الداخلي اول شيء النظام الداخلي في الجمعيات هو نظام مقترح لازم يكون في عندك دوري لازم تحط نظام عشان تؤطر مثلا 80% تشابه لكل الناس كيف تشتغل
لكن بالاخر انا حددت مثلا اني انا بديش اقبل اعراض موجود، وانا حددت اني انا بدي اقبل عضو في الجمعيه ما كانش عمره مثلا سنتين اعراض فروع قبل. اذا ما عندي خبره ما بيصير عضو هيئه اداريه، لازم عشان يصير عضو هيئه اداريه لازم يكون عندك سنتين خبره. تيجي يجيني امبارح بدي اليوم يصير عضو هيئه اداريه. هذا الكلام اللي انا بحكي اياه مش موجود في النظام. انا عدلت فنظام تاسيس الجمعيات قابل للتعديل، تاخذ عليه موافقات ولكن قابل للتعديل. فهو هم ما بيحددون لك كيف الشكل، ما بيحددون، بيعطوك في الاطار العام تشتغل جوال تحدد اعمارك تحدد كذا. فالقضيه اليوم وقضيه المجتمع المؤسسات المجتمع المدني عمرها ما كانت انت مش قادر انه موافق عشان رافع الحكومه في المجلس ابدا ابدا لا تعمل ابدا في الاحزاب او نفس الشيء لا طبعا الاحزاب هو شيء الاحزاب مكون عالمي بعد دائما الوزاره الداخليه ورئيس الوزارات التنفيذ الوزاره الداخليه هي وزاره بتاخر بين قوسين وفرع النيل مش وزاره حتى راسب او احزاب لما تراقب تراقب باسمها شخصيه ما لها سلطه بالضبط تعطيك انه هي رقابه 1 2 3 بس ما لها اي سلطه عليك. طيب احنا مضطرين ننهي يعني نعتذر حتى مع انه وعدنا الاخوه تسال تفضل يا خلص احنا قلنا اخر سؤال يعني احنا بدنا ناخذ هاي المداخله وبنرجع نحكي شو من الاسئله اللي ذكرت فيها اسئله فعلا بحاجه لاجابه واحنا ما جاوبناها في خلال حديثنا تفضل. بدايه الله يعطيكم العافيه جميعا غالي تركي مبادره كهذه باختصار هي مبادرة تعنى برعاية الأطفال الأيتام والأسر الفقيرة بكل الجوانب جانب تعليمي ومهاري وتوعوي شغالين بأكثر من مكان وتحديدا بكل الأطفال الأساس. بداية احنا بلشنا بتسجيل مبادرة جمعية مع وزارة التربية التنمية وزارة التنمية الاجتماعية تمام بس قدمنا الطلب الإلكترونية وصلوا من 3 أشهر لأشهرين كل مرة بيرجعوا لنا بإجابة معينة. نسأل يعني سألنا أكثر من محامي رجعنا لجهات معينة لكن للأسف كل مرة بيرجعنا بنقطة معينة وآخر شيء معينين على لسانه. بس هاي النقطة. النقطة الثانية كنا عم نحكي إنه إحنا كنا نوفر بالنسبة لقرى الأطفال أساس إحنا كنا شغالين معهم جانب أكاديمي بتأسيس الطلاب وبلشنا معهم برضه بالمناهج الدراسية كإنجلش عربي ورياضيات لكن للأسف القرية بعد فترة اشتغلت على يكون في تشغيل تعليمي للمعلمين ووظفوا المعلمين، فاحنا كنا موفرين عليهم اصلا يعني شيء كثير كبير لكن للاسف يعني هم ما استبدلوا، ولكن احنا ما زلنا مع الطلاب بحاجتهم. فهي شغله انه احنا قد ما كنا يعني كمبادره وعم نقدم شيء تطوعي لكن في معيقات عم بتوجهنا اصلا من ضمن المنصات اللي احنا عم نقدمها هاي النقطه. جميل. شكرا لك، شكرا للجميع، يعني جميع المداخلات كانت تقريبا في صلب الموضوع، الاسئله المباشره اللي احنا بحاجه ان نجاوب عليها من بعد اذنك استاذ حسام، اولا الشاب اللي سال عن موضوع تحت ال 18 كيف ممكن يكون يعني موضوع قانوني، زائد الجزئيه اللي سالناك عنها اللي هي الحلول، شو الطريقه؟ انا خلص بدي اشتغل، كيف اشتغل؟ شو الاجراءات؟ كيف امشي؟ وين اروح؟ هل ادور على حدا اشتغل من ضمن شغله ولا في يعني بروسس واضح امشي فيه مع الحكومه بحيث اكون قانوني؟ اول نحكي خارج القانون، نحكي اللي حكاه استاذ رامي، اذا ما عندك ايمان او حب او رغبه للعمل التطوعي انصحك ان تترك العمل التطوعي، العمل التطوعي نابع من القلب ونابع من الذهن. وردا على الاستاذ عضو مجلس المحافظه، نعم يعني دور البلديات دور امانه عمان هي اللي تنظف وتشتغل، لكن احنا مبادرين ان احنا بقى في حافظ واحد باب بيته، يعني المقصود ان عملت البيت ان الواحد يناظر يعني مكان بيكون فيه بده يقوم بنظفه، والتنظيف مش عيب ولا عمل تطوعي تقليدي، التنظيف حيظل موجود دائما، لكن احنا بنتمنى الاعمال التطوعيه ما تختصر هذه الاعمال فقط، يعني الاعمال التطوعيه تكون كبيره يعني تتنوع بكل المجالات. المشكله الاكبر اللي احنا بنواجهها كالاعمال القانونيه وهي الجهل بالقانون، يعني نكون صريحين مع نفسنا احنا نجهل بالقانون، يعني كثير من الشباب مش عارف بيتوجه للتوطين، مثلا كثير في الشباب ما بيعرفوا في توطين المبادره، توطين المبادره مش بحاجه شيء ولا بحاجه فلوس، توطين المبادره بوزاره الشباب اي حدا بتدخل معهم تتوطن مبادرتك بيكون لك مرجع انك تمشي فيه. بدك تعرف انت وين تتوجه، تتوجه للوزاره التنميه الاجتماعيه، تتوجه لتسجيل جمعيه، تتوجه لتسجيل شركه، تتوجه للتوطين، تتوجه تدخل تحت مظله شخص اخر. هل هذا يعني بدك انت تكون تعرف القانون؟ احنا كدار الحسام او احنا كمكتب المحامي حسام الخصامي اطلقنا قبل سنتين تقريبا مبادره انه اي شاب او اي شاب متطوع او فتاه في اي مكان في المملكه بحاجه ترخيص بنمشي له بالترخيص كامل مجانا. من وجهك ايش تعمل؟ يعني في كثير بيقول لك مثلا بحاجه فلوس. يعني
ايش المفروض؟ يعني بجوز 10 دنانير تسجل جمعيه، يعني مش مطلوب منك شيء. تسجيل شركه يعني اكبر تسجيل شركه بحاجه 400 دينار 500 دينار. لكن انت ما بتجهل القانون فما بتفوت اصلا بهذا الموضوع، ما بتقول لك يا عمي بتخاف منه ما بتبحث. لكن انت لازم تبحث وتلاقي على المخرج القانوني، بتلاقي ناس تعمل قانونيا، ناس تعمل اقتصاديا، واي جمعيات بعدنا هون من حكيمه الشباب الاردن، يعني بدعموا اي جمعيه تدخل من ضمنهم، فانت بدك تعرف وين تتوجه وين تروح. الشباب تحت 18، تحت 18 يعني اي شخص تحت 18 هو غير بالغ، غير قانوني، ممنوع ياسس الشركه، ممنوع يكون شريك في شركه، لكنه يبادل ما لا هناك ما يمنع انه يبادل، لكن يبادل باشياء يعني يستطيع العمل عليها وما تكون اشياء خطيره واشياء قانونيه واشياء سهله. يعني اليافعين حاليا هم عليهم كثير لهم دورات، في يافعين عندنا الحمد لله رب العالمين بامكانه يقعد مكاننا هون ويعطي دوره احسن منها. فهذا ما في انه ما يمنع انه يعمل ويشتغل، لكن انه يدخل تحت اطار قانوني هذا ممنوع. ونكون منصفين يعني بحقنا، احنا فعلا مسؤولين، فعلا جهات حكوميه بتسهل الامور. يعني اتوقع المكتب الوطني مش هتطلب بدون ترخيص، يعني في عندنا شباب اذا شافوا عندك ثقه لا بقول لك تعال يا عمي بدون اي ترخيص بعطيك مجلس الثقافه الملكي بدون اي ترخيص، لكن اذا انت بنيت الثقه وانت كنت فعلا مبادره بتشتغل مبادره بتعمل. لكن احنا بنطالب بالاطار القانوني اللي بده يستمر واللي بده يكون شخص ناجح وبده يكون شخص عنده طموح انه يستمر في عمله، يعني مش انه مبادره يومين وبتنتهي، انه المبادره هذه بتكبر، المبادره ان تكون يعني تاثر في المجتمع وتكون ان شاء الله اثر في المجتمع. وان شاء الله تكون يعني اذا في حدا عنده اي سؤال ثاني احنا جاهزين. الله يبارك فيكم، يعني الاستاذ حسام لخص لكم الموضوع، اللي عنده مشكله في الجانب القانوني بيراجعهم يا جماعه مستعدين يساعدوا، احنا حقيقه هاي هذا هو نوع المبادره اللي احنا بنحاجه له، ففعلا يعني مشكورين والله يعطيكم العافيه ويتقبل منكم ان شاء الله. شكرا استاذ حسام، شكرا استاذ رامي، شكرا دكتور مجدي، شكرا لحضور الكريم. انا ما جبت بدي اعمل تفضل. اول شيء شكرا للمواطنين. انا في عندي بس ثلاث نقاط بشكل سريع. انا مع اليوم الاردن تخطو خطى قانون العمل التطوعي اسوه في الدول الاخرى وانصاف حقوق في ان يكون اليوم تسليط الضوء على مبادرات نوعيه ابتكاريه عصريه مميزه وليس فقط واجبات اتجاه وللاسف احنا خلينا البلديه او غيرهم يعتمدوا علينا في امور من واجباتهم، اذا بنقدم لهم اليوم مبادرات اخرى هون بصير نحكي الفرق والفجوه. فبشكر الاستاذ ابو السكر لهي المداخله. الشيء الثالث والمهم، احنا اليوم راح نطلع من القاعه، اتوقع 5% كل المعلومات راح يكون في عندها والباقي يعني حسب تفاصيل الحياه. اتمنى ان السنه الجايه ما يكون في عندنا جلسه بنفس العنوان، يكون في عندنا بعنوان مميز، عنوان يعكس قدرات الشباب الاردني اللي احنا اليوم امام فرصه سواء من القياده الاردنيه بقياده جلاله الملك وحتى اليوم مؤسسه العهد في الها بالعمل التطوعي وقياسه اثر العمل التطوعي يكون ضمن من هذه المنظومه. شكرا للحضور المنظمين، شكرا للمحاورين، تفضل تفضل. دائما بحب اكون اخر واحد، عشان هيك انا اول ما جلست هنا وصلت على الوقوف هناك عشان تكون قاعد بالمسجد. احنا خوفا من الوزن. يوقع بالمسجد وانا طيب. يعني انا اسف لازم اخذ دقيقتين يعني مش هينفع. تفضل تفضل تفضل. في نقاط كثير، في نقاط انا بالضبط، بس هو في نقاط مهمه بتندرج ما بتنفعش انها تطلع. اختنا ابو سكر الله يعطيك العافيه ويعطي مجلس المحافظه العافيه على شغله، لكن اليوم بدي اذكر الجمله اللي حكيتها بشوي انه احنا محتاجين ان نربط عمل المؤسسات المجتمع المدني في خطط الحكومه الاستراتيجيه الخمسيه. وهذا الجزء لما تيجي تحلليها حتلاقي انه في مهام في الدوله، مهام يوميه، اجراءات يوميه، وفي عندنا مهام مستقبليه وفي عندنا مهام موسميه. هذول الثلاث مهام اللي موجوده في الدوله اللي هي بتديرها اليوم في الدوله، احنا كل واحد لازم يشتغل شغله، كل واحد لازم ندفع ضرائب، مضبوط كلامك، ولازم عامل نظافه يشتغل شغله، لكن في عندنا مهام مثلا موسميه. هاي المهام الموسميه عم ندفع عليها فلوس، ندفع عليها فلوس، ولا هي مثلا دهن رصيف الشوارع مثلا على سبيل المثال. هذا الدهن ليه بدي اجيب عمال ادفع عليهم من وزيره الحكومه؟ وشو المشكله اني انا استثمر وقت طلاب الجامعات خلال فتره مثلا عمل الصيفي استثمره بالاعمال الموسميه واستثمره في التخطيط للمستقبل. اللي حيخطط في المستقبل هو اللي حينجح ستي، مش دائما القاعده اللي انا بحكيها للشباب عندنا
بقول لهم عشان تقدر تنجح عندك ثلاث خطوات لازم تربطها. تفهم الماضي، تعرف انت وين واقف ولوين رايح. ثلاث خطوات لازم تربطها. اليوم مهامنا اليوميه في ناس تشتغلها مظبوط، ما حدش يشتغل مكان حد. ولكن في عندي مهام موسميه ميزانيه الدوله عم تدفعها. بدنا نعمل حمله مثلا في مجال على سبيل المثال التوعيه من الكوليرا. ليه وزارة الصحة محتاجة انها توظف اطباء مع انه طالب سنة ثالثة في الجامعة بامكانه يكون بهي الحملة؟ ليه ادفع؟ فاليوم احنا محتاجين ان نفصل المهام اللي احنا محتاجين فيها متطوعين واللي احنا فيها موظفين. وهون بيجي التوفير اللي حكاه الدكتور. نقدر نقيس التوفير من خلال انا عارف وين رايح، شو اللي بدي اياه، وليش اللي بخططه. قضية اعطاء العائلات نفتح مشاريع، شو بيكون قدرتنا في فتح المشاريع؟ الكورونا اجت احنا كان عندنا شيء 60 مشروع فاتحينه لاسر. لما سكرنا شهرين في الكورونا كانوا كافيات لتدمير 60 مشروع. كانوا كافيات لتدميرهم. اليوم فعليا استثمارنا غيرنا الان مشروع عم نطلع على مشروع جديد. فعليا الاستثمار اللي بنحتاجه مشروعنا هو كلام تسمعوني ان شاء الله عشان كلام مهم وربنا حيحاسبكم عليه عشان تكون الصوره واضحه. العشرة أنا آخر مهمة استلمتها، وأنا طبعاً قلت قبل شوي أنا مدير في شركة أورنج، لكن أنا ماخذ إجازة سنتين من أورنج عم بتفرغ لمجموعة أبحاث عندي وشغل عندي عم بشتغل. لكن آخر منصب استلمته في أورنج يعني ربنا كلفني فيه بداية اللي هو مدير أكاديمية البرمجة في شركة أورنج. اللي بيسمع عن الأكاديمية أنا اللي أسست الأكاديمية في الشركة. القضية اليوم إني جلست مع معظم الناس، أنا بمنصبي وليس باسمي، يعني اليوم بسبب إني أنا مش في هذا المنصب، جلست مع معظم الناس اللي بيخططوا بالدولة، قعدت مع البنك الدولي، قعدت مع البنك الأوروبي، قعدت مع طبعاً قعدت مع وزير العمل ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، جلست مع كل الناس هذول وفهمنا كيف قاعدين يفكروا، لأن أنا عم بحكي وكنت برا وقرأت وشفت. اللي قاعد بقوله إنه العشر سنين الجايات فيهم تغيير جوهري في الحياة. قضيتنا اليوم مش قضية محلية، الحكومة اليوم عم تحاول عم تصرف على قطاع الاقتصاد الرقمي. ولكن للأسف الشباب ما زالوا، يعني اليوم بروح بعمل محاضرات مع وزارة الشباب في المحافظة، شو بدكم تصيروا؟ بدنا نصير محاسبين، ندرس محاسبة. بدي حبيبي المحاسبة حتنتهي، سنتين ثلاثة خمس سنين حتنتهي المحاسبة. اليوم القضية شباب دورنا في توعية المجتمع فيما سوف يأتي خلال 10 سنين القادمة. 10 سنين القادمة جاي فيها تغيير خطير. أنا اليوم لما أحكي كنت أقول هذا الشباب قبل أشهر، إذا بيتذكروا شباب مجدون كنت أقول لهم بعد كم سنة حتصير في شيء اسمه الأوتونومس درايف، حتركب تاكسي بدون سواق بدون شوفير. أبو ظبي طبقت المشروع قبل شهرين أوفيشلي في ياس آيلاند. اللي بتابع فوتوا على جوجل أو على اليوتيوب واكتبوا اللي هو الأوتونومس درايف أو التاكسي الذاتي في ياس آيلاند. صار التاكسي بتروح تطلبه بوغدا بنزلك المكان اللي بدك اياه بدون ما يكون اصلا في سائق. طبعا هلا في سائق اللي هو تيستينج بيريود بيكون شو قاعد شو مهمته بضل قاعد حط ايده تحت الستيرنج عشان لو التاكسي عمل اي شيء غلط ويسجل لو غفل لكن اليوم لغايه الان لم يسجل حاله واحده في خطا في هي التكاسي. اليوم هاي الجزيره الصغيره حتصير الاردن المستقبل كم سنة؟ لما أنا باجي بقيس الإمباكت على علينا بحكي يعني من هون لخمس سنين 10 7 سيارات بقول لك إحنا شوارعنا مش مخططة. بتعرفوا الناس اللي بدهم يحاولوا ما يشوفوا، في ناس بيحاولوا ما يشوفوا يا جماعة، شوارعنا مش مخططة، مستحيل السيارات تشتغل. تسلا عندنا التكنولوجي قبل كم شهر بقيس لك الشارع بخطط لك إياه، فيش داعي يكون الشارع خطط. اليوم أنا عندي سيارة فيها مش اوتو درايف، فيها هيك شوية سواقة ذاتية لحاله. لما يجيني سيارة لحاله بضل لي اياها لحاله، بيعمل لي الشارع بيعطيني وين اطار الشارع. ايش بحكي هذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام اليوم بحكي على التاكسي بس بيسوق على كثير مهن حتنتهي كمان شوي. هذا لما ينتهي مهنة التاكسي كم سائق اردني في الاردن؟ انت اليوم ستي عم تحكي عن المشاريع اللي موجودة صغيرة اليوم او المشاكل اللي موجود اليوم. انا بحكي لكم بعد 10 سنين كم من الناس اللي حتفقد وظائفها اذا ما تحولت للتطور خلينا نحكي القطاع الرقمي.
لن يكون أقل من 2 مليون أردني متأثر خلال 10 سنين جاية. الأب اللي بيعين أهله وولاده، اللي بيعين أولاده في الدراسة، اللي بيعتمد أصلاً على راتبه أو مش راتبه اللي هو تحصيله اليومي في الشوفير تاكسي، لما ينتهي نهاية اليوم ما معاه اللي عمره 50-60 سنة ما حيروح يتدرب مهنة جديدة. تخيلوا يا جماعة اليوم أبانا، وأنا بحكي الكلام عن 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 جيلكم، أهلكم مسؤولين منكم اليوم، إذا ما بتسرعوا في التقدم الرقمي أهلكم أبوك ما حيقدر يصرف على أخوك الصغير. هذا الكلام شو حيعمل مشاكل؟ طلاق، قيسوا قيسوا طلاق، الفلتان في الشوارع، في 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 ليه؟ لأنه اليوم الحقيقة إنه الأب اعتمد على مهنة حتنتهي، والابن مفتحش عيونه على مهن بإمكانه يأخذ عليها راتب وهو طالب توجيهي. أنا عندي طلاب راسبين توجيهي 18 سنة أخذوه شركات كبيرة في الأردن، هنا تعين في شركات كبيرة، ولأن القانون الأردني لا يسمح بغير حامل درجة البكالوريوس بالتوظيف في الأردن، راحوا وقعوه واحدة من أربع شركات، أهم أربع شركات في العالم، راحوا وقعوه العقد في دبي ورجعوه للأردن. هنا القضية اليوم بطلت قضية إنه والبطالة، أنا برأيي شخص رأيي الشخصي طبعاً البطالة موجودة بمخنا، رأيي الشخصي. أنا اليوم لو أرجيكم لأكسر عندي كم عدد الناس اللي بتنطلب بالوظائف يومياً، ببعتولي ناس مطلوب بوظائف في أي قطاع، القطاع تكنولوجيا المعلومات، بيجي عندي هذا المشروع اللي استبنى النافذ في الجمعية عندنا ستي، إحنا أنهينا كان عندنا مشروع اسمه إنسان اللي هو نعمل مشروع صغير ونعتمد على الأب ولا على الأم بهذا المشروع، أنهينا المشروع هذا وجبنا مشروع ثاني اسمه مشروع مستقبلي. أنا بدور على الشباب اللي عن جد بدور على مستقبله، شايف مستقبله إيش هو التكنولوجيا تعال. واليوم عم نعطي أول عملنا أول بايلوت عنا بالأكاديمية وحكيت فيها تجربتي في شركة أورنج اللي استفدته من شركة أورنج، حكيتها عندي في الجمعية واستفدنا استفادوا الشباب اليوم، وأول مجموعة عم تتخرج بعد كم يوم وأوريدي في ناس منهم توظفوا. اليوم أنا عم بحاول أحط وبالنسبة كانوا أكثر من نصف طلابي مش آي تي، أنا عم بحاول أكسر الأعذار اللي بتحطوها دائما لحد. كان عندي محامي، كان عندي تقدير، كان عندي مهندسين مدني، كان عندي عمارة، كان عندي صيدلة، كل التخصصات اللي بتخطر في بالك واللي ما لهاش علاقة في الآي تي اليوم عم تشتغل بشركات كبيرة. موضوع كيف موضوع شركة أردنية، موضوع في أول سنة لحالها أخذت من عندي 18 موظف. يعني أستاذ رامي أنا بصراحة حاب يعني حاب نخوض هذا الموضوع في حوارية حقيقية، سواء كانت هذه الحوارية اللي كنت أحكيها معلق بالأونلاين أو هون. نعم لا هو حكاية السنة الجاية أنا بقى بتخيل إنه هاي الحواريات لازم تستمر قليل دوري وليس طبعاً. بتمنى الأم إنه هي تقدر بشكل دوري إن شاء الله. نعم وأنا بتمنى تكون في واحدة منها لها علاقة في المستقبل الرقمي للشباب، لأنه اليوم إحنا بعد سنين قصيرة جدا الأهل حيعتمدوا على أولادهم، مكان أولادهم وهذا الأورنس أول خطوة في أي شيء تعمله بدكم أول شيء تعلموا حالكم وتتحملوا اللي حواليكم والمجتمع والعائلات الفقيرة، بلشوا فيهم وضلكمش تطلعوا على المبادرات البسيطة، حاولوا تطلعوا على المبادرات الرقمية، ووزارة الشباب عم تشتغل ووزارة الاقتصاد الرقمي عم تشتغل، ناس وزارة الاقتصاد الرقمي عم بتدور على ناس، بس بدهم ناس عندهم الجدية اللي حكينا عنها في البداية. شكرا أستاذ، أنا بصراحة جد أشكركم على تواجدكم، بدي أشكر الروح اللي واضحة عندكم والهم اللي واضح على المتطوعين الآن في الميدان. شكرا أستاذ حسام، شكرا أستاذ رامي، شكرا دكتور مجدي، شكرا للحضور الكريم. احنا في عندنا حوارية ثانية فبدنا الكل يكون موجود، نطلع الصراحة 15 دقائق تفضلوا ثم يعني نضل مع المقدمين ان شاء الله، لكن المهم ان نضل موجودين لحوارية القادمة. شكرا للجميع. نشكر الأستاذ الكرام على إبداء وجهات النظر وتبادلها. أما الآن مع تكريم المحاورين من قبل رئيس مجلس برنامج مبادرو الأردن ومسؤول المدة. بس نوه بشكل سريع إنه هذا المنتدى هو دوري أساساً بفكرته، ورح يكون في عنا لقاءات بشكل دوري. هذا ببساطة إن تأسست المؤسسة في بدايات وفي نهايات 2016، ويمكن بعضكم من الأعزاء أشار في بعض الأنشطة أو الأحداث اللي قامت بها المؤسسة اليوم. شكراً لك.
طيب شكرا عبد الرحمن. خلينا نحكي عن مجموعه عرفكم، عرفنا بحالك بعد اذنك وبالمجموعه حتى كذلك ننتقل للتجربه العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكركم على هذه الفعاليه وهذا الملتقى الجميل والمهم حقيقه على كل المتطوعين. موضوع مهم وموضوع لازم كلنا نعرف تفاصيله ونتشارك مع بعض في المعلومات. بعرفكم بنفسي غيث المجالي، انا رئيس لفرع الاردن في مجموعه عربكم التطوعيه. ومجموعه عربكم كما هو معروف عنها اكيد هي مجموعه تطوعيه خدماتيه تشتغل في جميع المجالات التطوعيه منها الثقافيه والاجتماعيه والخيريه، وموزعه افرعتها في الاردن واربع دول عربيه، تونس ومصر واليمن ولبنان. فهي الان موجوده في خمس دول، وان شاء الله بالايام القادمه راح تتوسع اكثر بكل الدول العربيه. يعني شغلنا اكيد في مجموعه عربكم التطوعي هو تطوعي بحت. مجموعه عربكم لا تستقبل دعم مالي، وهذا ايضا يعني نحكي بكل اللقاءات والحواريات، وهذا شيء مهم اكيد راح نحكي فيما بعد نحكي اسبابه. ممتاز ممتاز جدا. اهلا وسهلا فيكم غيث وعبد الرحمن. زي ما سمعتوا احنا بنحكي اليوم في يعني مؤسسه ومجموعه مؤسسه. اهلا بحكينا عبد الرحمن اكثر عن عمرها وكيف بلشت والمجموعه بالحجم اللي هي عابره للدول اللي ذكرهم. طيب نرجع عبد الرحمن بعد اذنك نحكي هيك بتسلسل التسلسل القانوني من الناحيه القانونيه، كيف بلشنا في المناظرات والفكر وين وصلنا اليوم؟ جميل. طيب ابتداء كمناظره فكر كاي مبادره من المبادرات اللي حضرتكم بتمثلوها او مؤسسينها والى اخره من هذا الموضوع، ابتدات كفريق طلابي اخذت اول شكل من ناحيه هيئه معنويه يعني ممكن نسميها او شخصيه معنويه كنادي طلابي داخل جامعه الامير الرسميه للتكنولوجيا. خلال هذا النادي تتحرك بطبيعه الحال ضمن الافاق والحدود او الاطر المحدده لهذه المؤسسه المرتبطه بالمؤسسه المرتبطه بالمنظومة الحكومية المغطية أو بالمعنى يعني التابعة لها أو المنظمة الشؤونية. فالأندية الطلابية وهي نقطة كثير مهمة فعليا، إنه الأندية الطلابية داخل الجامعات هي مؤسسات معنوية أو شخصيات معنوية لها قانون منفصل في الجامعة، وهذا القانون يتيح لها القيام بأعمال معينة. للأسف عدد كبير من الطلاب ما بيدركوا فعليا فكره او ما هي قدرات المؤسسه، المشكله حتى انه الجامعات ما بتدرك القدرات اللي بتعملها الانديه الطلابيه. احنا في نادي المناظرات والفكر في تلك اللحظه كنا مبالغين في القدرات اللي عندنا اياها، فكنا نطلق انشطه وفعاليات داخل الجامعه وخارجها بطبيعه الحال، وانطلق المشروع لانه يكون مظله فعليا للشباب الاردني تحت سياق جامعه الامير السميه. هذا الكلام تواصل لحد سنة 2019. في 2019 كان في مشاريع انطلبت أو انعرضت علينا من ناحية الفرص يعني على سياق وطني أو على صعيد وطني، اتطلب منا هذا الموضوع إنه نتحول لسياق أقوى أو أكثر قانونية من سياق النادي الطلابي. بتلك اللحظات اتخذنا إجراءين، واحد يعني هيك بشكل طبيعي كونه ما في نحكي توجيه بشكل اساسي كنا نجرب كل الخيارات اللي بايدينا. فواحد منهم كان التوطين بوزاره الشباب. من ناحيه عمليه فعليا ما استفدنا من هذا الاجراء بشكل اساسي، يمكن لربما كانت تجربتنا مرتبطه في هذا الموضوع. لكن وجهه نظرنا كانت انه ما استفدنا من هذا الموضوع. الحاله الثانيه كانت تسجيل مؤسسه كمؤسسه فرديه في وزاره الصناعه والتجاره. وجود المؤسسه الفرديه في وزاره الصناعه والتجاره بفيد بنسبه محدوده نوعا ما كمؤسسه ربحيه كذلك. طب وراح احكي عن فلسفه المؤسسه الربحيه. نعم. انا بفضل انه المداخلات تكون على كل نقطه يعني حتى ما في مشكله. احكي صوتك مسموع. انت لما عرفت قلت شركه غير مسؤوليه محدوده. نعم. بعدين قلت وصلنا وزاره الشباب شو يعني كيف؟ الشيء الثالث تبع الصناعه والتجاره شو يعني؟
جميل. جميل. أوكي. طيب خلينا نتفق على كم من القواعد. الآن في النظام اللي يقوم عليه القواعد في الأردن عموما مظبوط، وفي الوطن العربي بمعنى العام، وفي الواقع قد لا يساوي النظام المكتوب الواقع العملي الذي نمشي عليه، تمام؟ وهذا الشيء معناه إنه في أنظمة للتوطين المبادرات في الوزارات بمعنى العام تكتشف في لحظات معينة، نتكلم عن هذا الحكي 2019 زمان صح؟ هلا يمكن الوضع تغير ما بعرف، بس مبدئيا عشان ما يحاسبناش عليه، بس مبدئيا كان فكرة التوطين في وزارة الشباب هي سلوك من وزارة الشباب بهدف الاستفادة من خبراتنا. يعني هذا كان وزارة الشباب، وصلنا عند وزارة الشباب بتعاون مع معالي الوزير في حينها، لأن كنا طالعين من جايبين مركز أول على العالم في المناظرات. فتم دعوتنا لوزارة الشباب، وين زمان عنكم نعرفكم، مش ليش مش مختفيين، ليش مش مبينين إلى آخر من الموضوع، تتفاجئوا في الإنجازات الشبابية. فقررت الوزارة بهذاك اللحظة بناء على ضغط من الوزير إنه إحنا لازم نتعامل مع هذول الناس، لازم نعطيهم إلى آخره فرصة وإلى آخره من الموضوع. أنا بالنسبة لي ما عملت أي إجراء عشان أتوظف في وزارة الشباب، هم اللي عملوا، تمام؟ فهم بطلونا في وزارة الشباب ببساطة يعني. في حالتكم؟ حالي. بس بشكل عام شو يعني التوطين وكيف؟ بشكل عام أنت بتتوجه لوزارة الشباب بأنك تكون أحد المبادرات المرتبطة بوزارة الشباب من خلال المراكز الشبابية ابتداءً، إذا كل مركز في مركزه، أو من خلال المقر المركز لوزارة الشباب. الآن على الموقع الرسمي لوزارة الشباب بإمكانك تفتح وتشوف. يعني مين عمركم فتح الموقع الرسمي لوزارة الشباب؟ فتحت عليه؟ ارفع يديك. فخور فيك، ممتاز، كثير ممتاز. على الموقع الرسمي لوزارة الشباب بإمكانك تنزل PDF بحكي عن إيش هي المبادرات المواطنة لوزارة الشباب، ومن مدى مواطنة وإلى آخره من هذا الموضوع. لكن بطبيعة الحال تتوقع أنك كأي منتج حكومي بمعنى العام دسك أن يكون محدث من تاريخ ما بعرف متى، فقد يكون عدد كبير جدا من هذه المبادرات أصلا انتهى وإلى آخره. فهي فكرة المبادرة المواطنة لوزارة الشباب. إيش بعطي هذا الشيء؟ صلاحية. أعطيك صلاحية داخل وزارة الشباب، بمعنى أنه أنت من الممكن أن يتم الصرف عليك مبالغ معينة من ضمن ميزانية وزارة الشباب، تمام؟ وتحت هذا السياق يعني وزارة الشباب بتخاطب أي وزارة أو جهة ذات مسؤولية أخرى إنك تعمل معاهم أي شكل من أشكال الاتفاقيات أو إلى آخره من هذا الموضوع، لكن بأدنى محتويات السلطة أو التأثير يعني بالمعنى الحقيقي. هلا داخل وزارة الشباب طبعا بالعموم يعني كيف ممكن تحجز مركز شباب تشتغل إلى آخره. هلا هل في طرق ثانية تحجز فيها مركز شباب؟ ممكن عادي بدون هذا الشيء، بس لكن الطريقة الرسمية زي ما نحكي النظام أن تكون موطن داخل وزارة الشباب. المؤسسة الفردية هي نوع من تشجيع الستارت ابس عندنا في الأردن بالمعنى العام. فبإمكانك أنت حاليا فورا تتوجه لوزارة الصناعة والتجارة وتسجل مؤسسة فردية في مدة لا تتجاوز 40 دقيقة، تمام؟ حتى رسومها نوعا ما جدا محدودة، يمكن تدفع على الاسم التجاري اللي هو لازم يكون يعني الاسم المميز للشركة. تدفع تقريبا أتوقع قليل شوي أكثر شوي زي هيك 35 دينار إلى آخره، وفي شوية إضافات معينة ممكن تضيفها مثلا إذا بدك هيك شوية أشياء تطبع شيء معين بدك تسوي إيش تعمل هذا الشيء. هلا في وزارة الصناعة والتجارة في جهتين، في سجل الشركات وهذا الشيء اللي الشركات بتشتغل فيه. المؤسسات المسؤولية أو المؤسسات الفردية هي مش تابعة لسجل الشركات، فأنت بالأغلب عن كشف سجل تجاري، وما زالت مرتبطة هويتك الشخصية الشركة مرتبطة بذاتك. فيعني إذا صار في أي مسائلة قانونية للشركة أو المؤسسة الفردية أنت محاسب عنها بشكل شخصي. هل الشركة معناها أنت غير محاسب عنها؟ الشركة لها مسؤولية معنوية، يعني هي تحاكم باسمها، انا بحاكم الشركه الفلانيه مش شرط المسؤولين عنها، بحاكم اي محكمه. ايوه لا اي يعني اي شركه بالعموم هي غير المؤسسات الفرديه ندخل في الشركات. ايوه تمام. فهي حاله المؤسسه الفرديه يا استاذ ريان. هلا ب 2019 سجلنا المؤسسه الفرديه، استخدمنا هاي الورقه اللي هي تبعت المؤسسه الفرديه لغايات اقامه شراكات او اتفاقيات بحدها الادنى
تمام؟ لكن باستمرار واجهنا نفس المشكلة بالاعتماد بهاي المؤسسة الفردية، فأنت ما عندك سجل تجاري، صعب تفتح حساب بنكي. في مشاكل مرتبطة بفكرة المؤسسة الفردية حتى بنظرة الناس لها، مع أنها المفروض أنها تكون كاملة الصلاحيات، لكن ما زالت مشكلة. ب 2020 أو بعد كورونا تماماً يعني في مباشرة، بعد دراسة فاحصة لإيش الخيارات اللي ممكن نكون فيها فنياً، وهل الخيار المؤسسات الغير ربحية أو الربحية هي الخيار المناسب لنا، وجهنا أو توجهنا لخيار نكون مؤسسة ربحية. وهذا الخيار مع كامل حبنا الشديد واحترامنا للعديد من المبادرات اللي اختارت مسار المؤسسات غير الربحية، إنه أنا بدي مؤسسة أو شركة غير ربحية إلى آخره من هذا الموضوع أو جمعية، باعتقادي حيكون واحد من أهم الاختبارات اللي بإمكانكم تقرروها، ويمكن بعد ما لدي كثرتك بعد نسأل هذا السؤال: لماذا قد يسجل مؤسسة تطوعية بمعنى العام أو فيها جوانب تطوعية تسجل نفسها كمؤسسة ربحية؟ تمام؟ ففي فلسفة وراء هذا الموضوع ومهم جدا أن تسمعوها. الآن إحنا مؤسسة ذات مسؤولية محدودة لها اسم تجاري، الاسم التجاري هو مؤسسة الحوار أو شركة الحوار والفكر لاستشارات التعليم، ولها غايات أهداف وإلى آخره. الآن الاسم التجاري مختلف عن العلامة التجارية، فمثلا مش ممكن تكون في شركة اسم تجاري باللغة الإنجليزية، لازم تكون إيش؟ بالعربي. فأي شركة تشوفوها باللغة الإنجليزية هاي ليس اسمها التجاري، هي علامة تجارية. فكيف مثلا ممكن تشوف حمادة أو أبو جبار هو إيش؟ أنا جوعان يعني. هو الاسم، هو العلامة التجارية لهذه المؤسسة المرتبطة بالرسمة لوجو شعار، بالإضافة للاسم، الاسم هذا باللغة العربية واللغة الإنجليزية. أما الاسم التجاري قد يكون أبو حسن أو حمادة وإخوان ومصارش وإلى آخره لي كذا كذا، فهي الآن حاليا. جميل جميل جميل، يعني أبدعت وأعطيتنا هيك يمكن إجابة على العديد من الأسئلة يمكن تتراوح. دائما نحن نسمع مؤسسة وتوطين وفريق طلاب، أنا حتى كنت أسألك جوا الجامعة شو المسميات، يعني فريق طلاب شو فرق عن نادي طلابي، هل في مسميات؟ حسب كل جامعة فعليا المبادرات كذا، يمكن الأستاذ بجاوبنا على الموضوع بشكل أوضح، لكن بالمعنى العام النادي الطلابي هي مؤسسة داخل عمالة شؤون طوابق لها ميزانيتها ولها نظامها الخاص. الآن في بعض الجامعات في عندها نظام أقل صلابة من الجامعات الأخرى، مثلا زي جامعة الأميرة سمية، هذا شيء كان لصالحنا لأنه إحنا كطلاب كنا نشارك في صياغة النظم الداخلية للأندية وإيش نظام الانتخابات إلى آخره. من هذا الآن جامعات ثانية عريقة زي الأردنية اليرموك إلى آخره، الأندية الطلابية معمول عندهم من الثمانينات، فعشان تعدل النظام الداخلي للأندية الطلابية بدك برضه كمان 40 سنة تقريبا يعني. إذا يعني مش أكثر، تفضل. مش متأكد إذا شكرت هذا الموضوع، بس هل أنتوا بمبادرات الفكر مسجلين ربحيين وما تسجلوا ربحيين؟ هل أنتوا ربحيين عشان هيك تسجلتوا ربحيين؟ أنتوا تطوعوا لساكم بس تسجلتوا ربحيين؟ نعم. لا، إحنا ربحيين مسجلين، والأكتيفيتيز تبعتنا ممكن نتكلم عنها أنها 80% أقل شوي، 75% هي أنشطة ربحية، و 25% هي أنشطة غير ربحية يعني تطوعية كمؤسسة، لكن كأفراد داخل المؤسسة بختلف السياق. يعني كل حدا يتبين. أوكي، جميل هاي الأسئلة، أنا هيك باخذ دور كثير ناس، بس الفكرة في الموضوع التالي: القاعدة في المؤسسة عندنا هي إذا المؤسسة أو الشركة بيت يوجد لك تبين. ففي مشاريع المؤسسة نعم، في مشاريع في المؤسسة هي مدفوعة مقدمة بشكل ربحي، فكل واحد اشتغل في هاي المشروع المدفوع راح يأخذ، ما في متطوع. يمنع وجود متطوع في حالة إن المؤسسة ما أخذ فلوس. في حالة في مشاريع ثانية نشتغلها بدون أي مبالغ، مثلاً البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات، هاي الجميع فيها أنبي ما حد بياخذ أي فلوس، فالكل ما بياخذ أي فلوس. يمنع أخلاقياً ولا يمنع بالقانون؟ قانون المؤسسة. إحنا لازم. نعم، إحنا ما بناخذ. ما في شيء بيقول إذا أنت ربحي. لا ما في شيء زي القانون. جميل جميل. طيب بدنا ننتقل مع استاذ زيد بعد اذنك، يعني احنا مشينا مع النظرات والفكر من لما كانوا فريق طلابي او نادي طلابي في جامعه الامير سمية، ثم توطنوا في وزاره الشباب، ثم مؤسسه فرديه، والان هم مؤسسه ذات مسؤوليه محدوده.
انا بدي ابلش معك بالسؤال. انا سمعتك في احد الاخوان مسلم عليك قال انتم مبادره عربكم، قلت له لا احنا مجموعه عربكم. فشو يعني شو الفريق، شو يعني مجموعه عربكم، شو في جواها شغلات، وبرضه اعطينا تسلسل من وين بلشنا ووين صرنا اليوم. انا ومجال مجموعه عربكم كل بيت انا بلشت مبادره تمام. الان فريق المبادره في فريق بين مبادره بين حمله وبين مجموعه، يعني هاي كلها مسميات ما ناس بفرقها. فانا مثلا لما اكون بلقاء تلفزيوني يكتب اسمي وجنبه مبادره عربكم، فانا بعترض على كلمه مبادره. ليش؟ لما انا بطلت مبادره كنت مبادره. فعربكم بلشت فكره، الفكره يعني تاسست من جامعه موتة بالتحديد بالكرك بجامعه موتة. اسسها المهندس ليث المجالي وهو المؤسس الاول لمجموعه عربكم. بدأ فيها كمبادرة عادية زي أي مبادرة، تطلب حملة تشتغل بأنشطة خلينا نحكي كلاسيكية زي بحث ومشروع دهان تنظيف هاي الأمور. بعد هيك إحنا فكرنا إنه كيف بدنا نستمر أو شو الإمكانية إحنا كيف نعمل شيء نستمر فيه. فإحنا قلنا إذا مبادرة خلص أنا بتنتهي مبادرتي في مرحلة معينة خلص أنا بوقف، فلازم أنا أطلق شيء أكبر من المبادرة. فأطلقنا شيء اسمه مجموعة. المجموعة هي بتطلق مبادرة. أسألك هون معلش، لما أطلقنا مبادرة هاي المبادرة تتبع لمين؟ يعني شو الاسم؟ في شيء قانوني في موضوع المسجلين في مكان معين؟ بس عربكم زي كمان ما الكل بيعرف كل مرة بنحكيها، عربكم هي جهة مستقلة ما بتتبع لأي شيء، ولكن إحنا بنشتغل بإطار قانوني. أنا أقصد في البداية لما كانت المبادرة قبل ما تصير مجموعة أو مؤسسة، هاي المبادرة هل هي تتبع الجامعة؟ هي فريق ولا هي داخل الجامعة معين؟ هي داخل الجامعة ولكن ما تتبع الجامعة. فما كانت يعني ما كان في إطار قانوني؟ لا كانت مبادرة يعني فكرة، ولكن لأنه أعمالها كانت خيرية أشياء يعني ما بقدر حدا يقولها لا. يعني لما تروح على مكان تقول أنا بدي على طرود خير ما راح أقول لك لا. جميل. هي أعمال خيرية ما حد يقول لا، تدخل وتشتغل بالمنظمة. فإحنا انتقلنا من الشكل الغير منظم قانونياً إلى شكل منظم قانونياً اليوم. نعم. حلو جميل أكيد. الآن بعد ما تحولت إلى مجموعة الآن صار لازم إنه نشتغل بإطار قانوني ونكون مستمرين بشكل قانوني حتى ما يصير أي مساءلات فيما بعد وما تصير أي مشاكل. وبتعرف اي مكان بيكون فيه مجموعه وفيزيتات بتشوف اشخاص بيجيهم شخص من الامن بيقول لك انه شو بتسووا ومين انتم بحيث انه يعرف انتم قانونيه او لا، معكم تصريح او لا. لكن مجموعه عربكم الجميل فيها انه هي تشاركت مع كل الجهات الرسميه والقانونيه. فانا لما اشتغل باطار شبابي انا مع وزاره الشباب زي ما تفضل عبد الرحمن انه احنا موطنين داخل وزاره الشباب كمجموعه تطوعيه موطنه او مبادره تطوعيه موطنه كمبادره بوزاره الشباب وتشتغل بشكل قانوني. ووزاره الشباب ايضا اشتغلت معنا ببرنامج اسمه موطني. هذا البرنامج كان من المدارس باعطاء محاضرات عن المواطنه وكان مدعوم، ولكن نرجع نحكي عربكم ما بستقبل دعم مادي كمصاري، هي بستقبل دعم مادي ولكن بشكل عيني. الآن المشروع موطني هذا كمثال، مشروع موطني وزارة الشباب هي تكفلت بالقرطاسية، تكفلت بالبنرات، الملصقات، كل هاي الأمور، ولكن ما أعطتنا مصاري وقال أنتم اشتروا. هي إحنا تنقينا الأغراض هاي من المحلات وهم راحوا دفعوا يعني منهم. هم اللي دفعوا واخذوا المصاري وكله تمام، ولكن احنا كمصاري ما بناخذ لحد الان، احنا ما بناخذ مصاري لانه احنا ما بنتجير شغلنا لجهات، احنا شغلنا النا، احنا يعني مستقلين وشغلنا النا ونحكي باسمنا. جميل. نفس الشيء بالجامعه، خلينا نحكي الجامعه، الكل بيعرف انه الجامعه اي شيء بده يطلع من الجامعه هو بيكون باسم الجامعه. جميل. حتى لو كانت مبادره تطوعيه وبقول لك انا بدك تطلع باسمي، ولكن مجموعة عربكم لا، كانت تطلع دائما باسمها وهي بشكل قانوني ايضا بنفس الجامعه.
فكانت بحاجه الى ان تسجل شيء خارج الجامعه تحت اسمكم بس تقدر تتحرك قانونيا. يعني لو وضعت مبادره داخل الجامعه كان الان كل شغلنا داخل الجامعه. جميل. ولكن الجميل انه احنا صرنا مجموعه وانطلقت المجموعه من الكرم، بدات في كل المحافظات الزرقاء والعقبه الى اخره بالاردن، وبعد ذلك الحمد لله تم يعني انشاء فرق خارج الوطن العربي. يعني مثلا بمصر كانت جمعيه خيريه، بمصر بتونس كانت جمعيه ثقافيه، والان باليمن ايضا يعني نشتغل، ولبنان نشتغل على ان تكون احدى الجمعيات. جميل جميل. نعم. مين حكى انه مجموعه اكبر من مبادره في قانون شيء؟ هذا اولا. بالمسمى المجموعه هي تطلق مبادره، يعني عده مبادرات احنا نطلقها. يعني مثلا اعطيك مثال حي، احنا كمجموعه نطلق مبادره الدم، تبرع بالدم، فهي مبادره مستمره. عادي ممكن مبادرات تطلق حمله جميله تقول عنها مبادره. لا لا في مسميات. تمام انا معك، بس انا بقول لك احنا كمجموعه تطلق مبادرات. هل المبادرة تطلق مجموعة؟ لا، المبادرة تطلق حملات اللي انت بتسميها. تمام. لا لا، انا بحكي مبادرة مستمرة. اه مبادرة مستمرة، يعني مثلا حملة الدم هي مستمرة موسمية عندنا. يعني اذا بتدخلي على صفحة عاركم راح تلاقي انه مبادرة الدم كل فترة فعليا تصير، يعني مستمرة من هذا لحد نهاية العالم. السؤال الثاني. انت قلت انه احنا مستقلين. لا يعني هذا مش مستقل، بكون تابع لجهة. أعطيني إجابة. إيش مين؟ يعني مثلاً أكون أنا مبادرة من مبادرات وزارة الشباب أو مجموعة بوزارة الشباب. أنت تشتغل مع وزارة الشباب. أنا بشتغل معهم بالشراكة، مش تابع لهم. أنا مش لهم. فهمت قصدي؟ يعني أنا ما بشتغل باسم وزارة الشباب، أنا بشتغل معهم. يعني مع بعض. مش حد فيهم. أنت تشتغل مع الجامعة أو شراكة؟ شراكة، نعم. يعني أنا لما أسوي مشروع داخل الجامعة، احنا ما بنحكي انه جامعة موتا عملت هيك، بنحكي جامعة موتا زادت مجموعة تراكم عملت هيك، فبالتالي احنا مع بعض. واضح. يعني اتوقع انا فهمت عليك بالتفصيل، انه احنا بلشنا جوا الجامعة، لقينا بدنا نتحرك برا الجامعة، عملنا شخصية احتمالية او بشكل قانوني خارج الجامعة، اتحركنا مع وزارة الشباب بشكل قانوني داخل وزارة الشباب، فصار في أكثر من شكل قانوني لعرضكم، فسميناها مجموعة، لأن أنا في عندي فريق جوا الجامعة، وفي عندي مبادرة شغالة موقعة في وزارة الشباب، وفي عندي مؤسسة غير ربحية مسجلة، وفي عندي نادي رياضي ربحي مسجل، كل رياضي مستقل، كل شيء مستقل، كل واحد يشتغل لحاله، يعني احنا تحت مظلة نقطة بس النادي الرياضي اللي ذكرته. الآن النادي الرياضي برضه إذا حد سمع فيه أو شافه هو نادي ربحي، أنا باخذ مصاري، يعني أنا نادي عندي جيم كامل كل الأجهزة الموجودة فيه، بيدخل علي لاعبين بيشترك بمصاري وبلعب. وأكيد ما في متطوعين بيشتغلوا فيها. بالضبط، هاي نقطة، بالضبط هاي الفكرة، المدرب باخذ راتب، كله باخذ راتب، ليش؟ لأنه هذا جهة ما لها دخل ب أو خلينا نحكي مالياً تتبع لنفسها، ما بتتبع لمجموعة يعني. فاحنا فصلنا بكل شيء، مجموعة عربكم تطوعين لحال، مجموعة عربكم الرياضية لحال، وهكذا. جميل جميل، واضح جدا. جميل، خلينا نرجع مع عبد الرحمن من بعد اذنكم، نحكي شوي في العقوبات، يعني العقبات اللي واجهتنا او يمكن ما في عقبات ما بعرف. هل لما تحولنا من شكل من يعني يمكن كان صغير داخل الجامعة كنا نتحرك برا الجامعة باسمنا الصغير، لما طلعنا واخذنا الشكل القانوني اللي اخذناه بالتدريج، في كل مرحله شو المشاكل كانت تواجهني او شو العقبات اللي كانت تواجهني؟ جميل، طيب هي جزء كبير من العقبات، طبعا نحن في الاردن في عقبات؟ اكيد في عقبات. اذا مش حاسس بالعقبات يعني بتكون مشكله. نتكلم عنه من ناحيه اساسيه كيف تاني، كل مرحله عمريه ممكن نسميها لأي مبادرة أو مؤسسة إلى آخره تتضمن شكل مختلف من أشكال المسؤولية، وبالتالي شكل مختلف من أشكال العقبات. فبداية الأمر كمبادرة طلابية بتواجه المشاكل اللي حكيناها، دخل علينا الأمن الجامعي، شو بتسووا قاعدين بتلقاها؟ إيش مين معطيكم الإذن إلى آخره من هذا الموضوع؟ هل بقدر أحجز قاعة؟ بقدر أحجز قاعة؟ بقدر أحجز قاعة فاضية ولا بقدر أحجز مدرج؟ شو طبيعة المدرج اللي أنا بقدر أحجزه؟ شو طبيعة الموضوع اللي أنا بقدر أحجزه إلى آخره؟ الآن لما تتكلم عن سياق مبادرة مرتبطة بالمناظرات
والفكر من العنوان واضح انه في سياق من السقف المرتفع في القضايا، في الافكار، في الخطاب اللي ممكن انت تمثله او تعكسه في هذا الموضوع. فطبيعه الحال مع بدايه الشغل اللي اشتغلناه ب 2016 كان في هاي الرده العكسيه تبعت انه شو بدكم تحكوا انتم، تمام؟ يعني في تخوفات عاليه جدا نتيجه انه ايش؟ انه مناظرات سياسه او مسيح كده مناظرات شعريه، هو حافظ يعني واحده من الثنتين. وهذا المسكونسبشن تبع موجود عند الناس طبيعي جدا انه ينعكس عليك بصعوبه الحصول على الموافقات والى اخره من هذا الموضوع، صعوبه الدخول للجامعات مثلا. ممكن احنا كجامعه الاميره سميه داخل الجامعه محصلين النموذج اللي كان يتكلم عنه المحاورين سابقا اللي هو الثقه، وجزء كبير من شغلكم كمبادرات قائم على هذا النموذج، صح؟ الموني ما بزبط، ضلها طبيعه علاقاتنا. وهذا اللي شفناه انه الموني بتتغير. في سنه من السنوات كان علاقتنا مع معالي وزير الشباب جدا ممتازه، هم امنوا بهذه التجربه، مروا فيها خلال فتره الجامعه، تعرفنا عليه شخصيا، فصار التعامل ايش؟ بالموني، فوقمونا في الوزاره، سهل جدا تدخل على الى اخره. طب خلال اشهر معدوده تغير الرئيس الجامعه، تغير عميد شؤون الطلبه، تغير الدكتور المشرف، ماذا يحدث بعد ذلك؟ هاي عقوبه او العقبه الاساسيه اللي كونك كمبادره بتواجهها، انه علاقاتك قائمه على علاقه او قدراتك وسلطاتك مرتبطه بمعارفك، مرتبطه بثقه الناس اللي بتتعامل معها، وهذا الحاله اشمالها مش مستمره. تغير شيء، هذا ليش تغير عبد الرحمن لما صرنا اليوم مؤسسه؟ نعم جدا تغير، لدرجه انه انا ب 2017 2018 2019 انا بعاني حتى اعطي تدريب مثلا في الجامعه الاردنيه حتى لو هو مجاني، تمام؟ باي معنى من المعاني، عشان نحجز قاعه، عشان احنا واحده من الشروط اللي بنشترطها على الجامعات عشان تعمل معانا شراكه، ومشكله لكل طلاب الجامعات ندخل بالسياره على الجامعه. ذكرى لي منصوص عليها بالاتفاقيات، انا مش ممكن ابعث مدرب يقطع مئات الكيلومترات عشان يطلع على جامعه، هو بيربد يروح على مؤته، يجي على عمان الى اخره، وبعد ذلك مضطر يدبر حاله في اي مكان، يتخالف الى اخره من هذا الموضوع، وهو ايش؟ متطوع في بعض الاحيان، لذلك هاي نقطه كثير اساسيه مطالب فيها المؤسسات التطوعيه بمعنى العام. سواء انا متطوع او مش متطوع، الحاله القانونيه تبعتي بتسمح لي اني اتعامل بفكره الدين، انه اوكي انا كفريق طلابي فريق طلاب، بس انا كمؤسسه بتعامل حتى الطلاب اللي داخل الجامعه اللي بيشتغلوا معي في المؤسسه لما يعطوا تدريب في جامعتهم بدهم يتعاملوا معهم كمؤسسه، بدهم يتعاملوا كمدرب باحترامه الى اخره من هذا الموضوع، فبده يفوت بسيارته، بده يلاقي قاعه مرتبه، بدنا نضمن افضل جوده للاشياء اللي احنا بنعملها، وهذا الشيء الاساسي اللي اختلف. الان من ناحيه مؤسسه ما هي العقبات؟ هاي العقبات اللي انتم ان شاء الله بتواجهوها مجرد ما خرجتوا لسوق العمل، اللي هي كل شيء ضدك عموما يعني. العقبات القانونيه، المصاري اللي بدفعها عشان تسجل وعشان تسجل الرخصه والى اخره، يعني العلامه التجاريه للمناظرات والفكر، اللوجو والاسم التجاري، هذا الاسم هو المناظرات والفكر او انتريكت اند ديبيتنج، قاعد تقريبا في اجراءات التسجيل العلامه التجاريه الالكترونيه السريعه الخرافيه الى اخره 9 اشهر. اسرع من هيك ما في صراحه يعني، تمام؟ وهذا قلت دافع مصاري كمان يعني في تسجيل علامه تجاريه تقريبا 500 دينار وهذا كل فئه لها وكل مرحله لها. يعني احنا بودنا نتطرق بتفاصيل اكثر، وبدنا نسال اكثر عن عرفكم وعن نظرات الفكر، وناخذ كمان مداخلات ونسال، لكن الوقت داهمنا، احنا مضطرين نختم. يعني ممكن ناخذ مداخله وحيده بس لانه يعني شرف عيده، ثم نختم الفقره، بعد هيك ممكن يعني نترككم مع ضيوفنا اللي عنده استفسار معين عن جزئيه محدده حكينا فيها، ممكن اكيد يستفسر منهم. تفضل. جميل، هذا واضح. انتوا لو رخصوها غير ربحيه، كيف راح يكون الاساس؟ كيف راح يكون الدعم؟ يعني شو الاساس تبعكم؟ اوكي، انا عندي راي متطرف بهذا الجانب بالمعنى العام. بحكي بفكره عامه، فكره الوقف او المؤسسات غير الربحيه بالعموم
في على مدار التاريخ الناجح منها او ما صمد او الشيء اللي بتشوفوه كان قائم بالضروره على حاله غير الحاله اللي احنا قائمين عليها حاليا وهي حاله المتبرعين. تمام؟ ما عمره عاش شيء او صمد واثر في المجتمع قائم على حاله التبرع الا يكون في جهه، يعني اذا هو جهه ربحيه في وراها مؤسسه ربحيه جدا كبيره زي مثلا مؤسسه عبد الحميد شرعان مثلا او عبد الرحمن الصمد في الكويت، في رجل اعمال بمجموعه تجاريه ضخمه جدا هو اللي واقف وراها المؤسسه هو بشيلها بس في شيء ربحي موجود. فانا ما اراها صراحه، معذروني عن هذا الكلام، اذا كانت مؤسسه غير ربحيه بالمعنى العام او مبادره غير قادره على تغطيه نفسها بنفسها قد تكون لا تستحق البقاء. تمام؟ هذا الشيء الواقعي، لذلك لا تستحق ولا تستطيع؟ هي لا تستحق لانها لا تستطيع. لم تستطيع. طب بلكي قدروا جماعه. طب قدروا خلاص يستحقوا. بلكي قدروا هم يكونوا غير ربحيين. ما عندي مشكله في الموضوع، الفكره من ناحيه فعليه، انا بامكاني اسوي نظام المبادرات كمبادرات ومشاريع، يلا احنا جربنا نتجمع نعمل نشاط والى اخره من هذا الموضوع بدون اي خلل، ما في مشكله في هذا الموضوع. لكن في حاله السكيلابيلتي اللي كنا نتكلم عنها، في حاله انا اردت ان اكون شيء على مستوى وطني يعني ارقى لطموح الشيء اللي احنا ندعي له فعليا، لازم يكون في جدوى حقيقه اقتصاديه للشيء اللي انا بتكلم عنه، وهذا عشان يكون تاثيري له جدوى كذلك. فاذا انا معتمد بشكل اساسي على التبرعات والى اخره من هذا الموضوع بدون اي مصدر من مصادر الديونه، فانا هناك تساؤل حقيقي عن جدوى وجوده بشكل اساسي. بالمره مش وجدت؟ صحيح افندو يعني بالمره ماشي، يعني احنا لاحقا اذا صح لنا نرتب جلسه اخرى او ما بعرفش شو الطريقه ممكن نستفيد حتى من تجربه عرفكم، يعني نحكي معهم باستفاضه، لانه من النقاط اللي ذكرها انه هم ما بيستخدموا التبرعات، زائد في اقسام هي تطوعيه تماما غير ربحيه، فكيف قادرين نشوف؟ بس احنا ما عندناش وقت عرفتم ما بيستقبلوا تبرعات ماليه. نعم. عرفتم هي حتى اشتغلت تبرعات ماليه هي ضد انها تكتب، يعني لو بتستقبل تبرعات ممكن تقول تقول بعد تبرعات ليش تكتب؟ نقطه مهمه انه يعني نجاح عرفكم بنجاح اعضائه. الاعضاء هم الداعي. يعني من الاخر ما حدا مثلا يقول لي انا دعمتك بقرش الا العضو اللي عندي. جميل جدا. الله يبارك فيكم وشكرا لكم، شكرا لكم معنا. نشكر الساده الكرام على مشاركتهم لتجاربهم ونرجو انكم حصلتم على الفائده المرجوه. اما الان فليتفضل مسؤول المنتدى ورئيس مجلس اداره برنامج التطوع الاردني لتكريم اعضاء الحواري. الأستاذ غيث المجالي. الأستاذ عبد الرحمن الفتاني. السيد محمد عاطي. يسرع ويقدر، يزداد سهولة وصعوبة، قد نتساءل ما شكل العالم الذي نحلم به ويحيرنا الجواب، ولكن التطوع سيخبرنا أن العالم الذي نحلم به هو عالم لكل إنسان فيه بسمة طويلة وعيون متوقدة بالأمل. دمتم نجوما لامعة في سماء التطوع، ودمتم بخير ودمتم للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس
من شهر 3 شهر 12 يرجع انا والله ما ادري ايش راح انا لو عارف عندي قدره مش ما في قدره نشتغل ما والله انا ما ادري لا حد يقولك معنا الشتاء والله أنا عارف الوضع في مشكلة سائلة وأنت قاعد على موضوع سمعت إنك مشكلة هذا المشكلة بدنا نحلها أنا والله أنا ما بعرف أنا بعرف علي يروح يقول زلمة يقول لك أنا أحلي لك لو سمحتوا بصير كل المتطوعين يجوا على هاي القاعة. لو كان في إشكالية أنا ما أحسك مستني ما ولا معي ولا حاجة والله أنا لو كان ترى بقول لك فعلا ما أنا أنا فنيين جماعة بس ما أبي بقول إذا الموضوع ممكن يصير في الحوار ولا نرجع في الموضوع اليوم ما تحكي معه بس.